شكرا لك منال، طبعا مواكبتينا من ساحة رياض الصلح. رح نكمل نحن وضيوفنا ومعي مدير مركز الارتكاز الإعلامي الأستاذ سالم زهران. طبعا منرحب فيك أستاذ سالم. شكرا. وبدنا نسأل أول شيء عن آخر المستجدات، كلام السيد حسن نصر الله تحدث منذ قليل، طبعا فند الكثير من النقاط حول هذا الحراك الشعبي، رح نحاول أنه نتطرق له خلال حلقتنا، ولكن بالبداية برأيك كيف تلقف الشارع كلام السيد حسن نصر الله اليوم؟ في مثل بيقول في واحد نايم فيك توعيه، بس إذا واحد عامل حاله نايم ما فيك توعيه، نحن بنعرفها بحياتنا. هلا اذا واحد عم يمثل انه نايم قد ما وعيته ما راح يعلن، هو مقرر يعمل حاله نايم. اذا بعتقد انا الناس المقتنعين مقتنعين، الناس اللي مش مقتنعين مش مقتنعين، ما راح يقتنعوا. بيبقى في فئه بالنص، لان بعض اصدقاء المقاومه اللي خصهم سماحه السيد بكل جراه وبكل صراحه وبكل شفافيه. وراح اعترف لك يا ست امل على الهواء، في خطاب سماحه السيد السابق كان في شيء من الصعوبه في الاطلال ما بعد الخطاب، لان سماحه السيد رسم الحراك ورديا خاليا من السفرات، وحتى لم يفتح احتمالات لوجود علامات تعجب، بالرغم من انه انا من الناس، ويمكن هلا اللي عم يحضروا صاروا عم بيشوفوا حركه ايقاعنا كيف بلشت وكيف تطورت مع المشهد. انا من الناس اللي اول يوم بلشت بخطاب وثالث يوم نقلت لخطاب ثاني من دون اي توجيه ومن اي تعليم، بالعكس كان توجيه حزب الله غير توجيهنا. ليه؟ لأنه بلشنا نسأل أسئلة، والأسئلة أحيانا الأمور البسيطة هي أكثر أمور بتفتح لي القصص الأكبر. يعني راح بوصل صح، خلينا بلش يوصل فسر. حمامات مركبة بس بلش يتركب صوتيات، ونحن بهذا العالم وبنعرف عم نحكي عن كلفة بميات ألوف الدولارات، صحيح. بس بلش نجيب فنانين ومطربين، بس بلشنا نشوف نموذج زي هيدا تركي الشيخ هيئة الترفيه بالسعودية عنا، وكتار بلشوا يقولوا انه ليك وجه الحضاري. لا، وجه الحضاري لسبب بسيط، انه مبارح كانت السعوديه حاطه نموذج ابو بكر البغدادي والجولاني، اليوم حاطه شالت هيئه المطوعين وحاطه هيئه الترفيه وجابت تركي الشيخ. انا كنت عم شوف تركي الشيخ بلا ما حدا يقول لي، لانه كنت عم شوف نموذجه مقدم في الساحات. انا ما عم بقول طب انه حكيت كنت عن التمويل يعني شو قصدك بهذا؟ اذا كان المتظاهرين من الفقراء وهم بغالبيتهم من الفقراء، كيف يمكن كل هذا التجيش الإعلامي تقني صوتي الأكل الشرب؟ ما صارت واضحة. أنا رح أرجع كثف وأقول هذه التظاهرات هي أعظم ما حصل في لبنان من 9 سنوات من تظاهرات. نعم في البداية، لكن بصراحة بعد 3 أيام من التظاهر اللي ركبوا الموجة محترفين وجاهزين، وصار فينا نحكي عن مشهدين. المشهد الأول هو مشهد الاعتصامات والساحات، والمشهد الثاني هو مشهد قطع الطرقات. مشهد قطع الطرقات وما حدا يقول انه هيدا اساء لكل هذه المظاهرات وهذا الحراك. كشف يلي بده يوظف مشهد التظاهرات والحراك. نعم، وفي ناس، وانا قلتها قبل وبرجع بعيدها، في ناشطين، في بعض يمكن الاعلاميين صاروا بدهم يركبوا الموجه، لا لانه شافوا انه يمكن يكون في والله انتخابات نيابيه مبكره يكونوا على راسها، وليس بتقولنا العكس، نحن بندعيهم بكره اذا في انتخابات ما حدا منهم يشرف يترشح، بالرغم انا عم بقول لك على الام بي ان. طيب لا في انتخابات، مين عم تقصد يعني اليوم هون؟ لانه شفنا يعني كمان لا حتى لا محطات اعلاميه اليوم هي عم بتكون راس الحرب بكل هذه التغطيه. اليوم في علامات استفهام كثيره حول هذه التغطيه الاعلاميه الكبيره. لا في شيء من اين تمويلها بوقت كانوا عم بانه ويعنوا انه ما في اموال في شيء بهذه المؤسسات؟ اكثر من الشكل. منطق بيقول انه ال 24 ساعة ولا يمكن يكونوا فقط للناس، مع احترامنا للناس عم يحكوا، طيب ما الناس عم يحكوا نفس الردية، يعني انا هلا صح دور الشاشة بخبرك شو رح يطلع اول 5 آراء. معروف الناس عم بيعبروا عن مواجعهم صحيح، بس المنطق يقول انه يكون في نقاش سياسي، وحد هذا النقاش السياسي يكون في مشهد الشارع. ثلاثة المصطلحات الثورة ويسقط النظام وسلوغو وبروموشن وحدية بالتعاطي، ما بدها هالقد حدية. وما يلوموا الناس انها تشنجت مع الاعلام، انا انتبه بتضامن مع كل اعلامي بيتعرض لنظرة غلط، لانه نحن معشر الاعلاميين مجبورين نحمي بعضنا البعض، بس بصراحة مش الاعلاميين، واكبر غلط هو التطاول على المراسلين. الوسائل الاعلامية اكيد 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 اندفعت بالمشروع زيادة على اللزوم، اندفعت قابضة مش قابضة، انا ما فيي احكم. انا ما فيي احكم، انا طلعت على قناة الميادين وقلت عندي معلومات أكيدة،
انه في عدد من المحطات التلفزيونية اخذت قروض مدعومة واستفادت من الهندسة المالية. طيب قعدت انطرت الاجوبة، بصراحة اتصل محامي الام تي في بس بعد ما اتصلوا كمان هيدا اخبار على الهواء، لا مدعي عامل مالي، شرف خبرنا مين من المحطات استفاد من الهندسة المالية. كل المحطات خبرنا مين استفاد. هل هاي القصة إلها علاقة؟ لأنه في مشهد قدام مصرف لبنان بيتغطى هيك 15 ثانية 40 ثانية وبتفل الناس. الام تي في هي استفادت؟ لا، الام تي في عم بقول اتصل محامي وقال نحن ما استفدنا. خلينا نتأكد من القضاء، من مدعي العام المالي، وإن شاء الله يكون جدي هالمرة، يخبرنا بهذا الملف. وأنا إذا قدرت وصلت للورق عم بسعى، رح روح فيه مثل ما رحت بملف قروض نجيب مئاتي وغيره. نعم المحطات عليها شبهة، وهذه الشبهة ربما عن حالة عبثية وربما عن حالة منظمة. نعم هذه المحطات بيقول انه في الخارج عم بيمول ايضا. نعم هذه المحطات. هذه المحطات، هل هذا الشيء صحيح اليوم؟ هذه المحطات على علاقة بمصرف لبنان المركزي واستفادت من قروض. وانا بقول لهم على الهواء، اللي ما استفاد يطلع يقول انا ما استفاد. ونعم صح. على المدعي العام المالي ان يحقق في الامر. طب بدي اذا بنرجع على حديثنا من خلال خطاب السيد حسن نصر الله، فند عدة عناوين، ومن هذه العناوين اللي بدنا نحكي عنها هي ظاهرة قطع الطرقات، وحكي انه في وسائل احتجاج كثيرة تستعمل يعني بالاحتجاجات المدنية، وانه هن نزلوا الى الطرقات سابقا، ولكن هيدا الشيء اللي عم يحصل اليوم على الطريق غير مسبوق. في بالشكل بقطع الطرقات، وفي ابعد من الشكل. بالشكل مفهوم انه فيها الناس، وعنا تجارب بلبنان، وجزء منها كان جمهور حزب الله بينزل بيقطع شارع بتولع دولاب ساعة اثنين ثلاثة بتفل. بس يا ست امل، ما في حدا يقطع شارع تسعة ايام ويناوب كل الوقت، ومع الاشارة وقت اللي انقال انه الجيش بده يفتح الطرقات بالليل تعزز الحضور. حضور مع اكل ومع شرب ومع خيام ومع سبيكرات، وحدا يقنعنا انه هيدا القطع مش منظم. حدا يقنعني كيف في واحد تسعة ايام يضل قاطع طريق مش عم يتظاهر 24 ساعة على 24 ساعة، تارك شغله وتارك عائلته وتارك اموره. ما يعني في قضية اليوم عم يحكوا عن قضية، عم يحكوا عن ثورة، عم يحكوا عن مطالب، على راس القضية، عم يحكوا عن وطن اليوم. القضية بالساحات، القضية بساحة النور، القضية بساحة رياض الصلح، القضية بساحة الشهداء، القضية ببرجة، القضية بشعيم، القضية بصيدا، القضية بالبقاع. بس قضية تقطع طريق، توقف الناس تاخذ هوياتهم، وشفناهم على التلفزيون تشوفوا هو من وين وتمرقوا. في احزاب مشاركه بالحكومه وبفساد الحكومه، وكانت موجوده قطع الطرقات وكانت واضحه حركتهم. منو سر حكي عن طلبات خوات، هيدا الشيء صار؟ صار وانا هلا يعني تيحكي عنه السيد حسن نصر الله اليوم، هل صحيح اليوم انه انطلب من ناس يدفعوا مصاري تيقطعوا؟ سيد حسن اللي بيقدر يجيب عقيد بالموساد الإسرائيلي يركبوا بطيارة ويخطفوا على لبنان، ما بيحكي هيك قصة إلا إذا كان دقيق فيها. صح. ومنك بحاجة بس لكلام سماحة السيد، فيك تنزلي هلأ على الطريق وتسألي العالم اللي دافعه. وأنا هلأ فرجيك تسجيل وصلني قبل الحلقة من أحد الزملاء، خالته لا تقطع توصل على المطار دفعت 50,000 ليرة لبنانية. إيش؟ طيب في شيء أسوأ، إنه القوى الأمنية واقفة حدهم لهول عم ياخذوا خوات عم تتفرج عليهم. ليش؟ طيب هيدا السؤال يطرح كمان للقوى الأمنية، للجيش اللبناني. بصراحة اليوم الجيش اللبناني اليوم ما في قرار؟ لا سطر اليوم الجيش اللبناني الساعة 4 بعد الظهر 3:30 تقريبا سطر إنذار رقم واحد، وأنا سميته على الإنستغرام إنذار. شو هو؟ شو قال؟ قال الجيش اللبناني بشكل واضح إنه عم بيصير عمليات اعتداء على الطرقات مش مقبولة، ودعا لعدم تعرض سلامة اللي عم يتنقلوا. وصار في حادثة مع مؤهل أول بالجيش اللبناني، شفنا هو ومرته بالسيارة منعوهم يمشوا، نزلوا لينزلوا ماشي يكبوا عليهم القهوة، ومعهم طفل اضطر إنه يضرب. أنا ما عم برر فعل العسكري، لكن هذا الواقع. اليوم أنت كوني مطرحه شو بتعملي؟ وبالتالي اللي عم بيصير على الطرقات إذا بيستمر 48 ساعة بعد نحن رايحين على اشتباكات بين الناس. المشكلة إنه عم نكون نحن من بيناتهم عم نكون قاطعين على الطرقات، وعم بيصير معنا أمور منك ما بعرف قديش واحد قادر يحكي عنها. ما تاخذيني بالكلمة، أنا قطعت الطريق من بيروت لأدما طلعت على ال بي سي. طيب تضطر تمشي عكس السير، بتضطر تعرض حياتك للخطر، بتضطر أوقات يمكن تدافش أنت وحدا لتوصلي. طيب أنا مجبور إني أوصل، غيري مجبور إنه يوصل، في ناس عندهم سفر، في ناس عندهم لا في قرار بتسكير هذه الطرقات وبقطع، يعني حتى كان عم يقطع مواطنين، نحن كنا من هالمواطنين عم نقطع، بيقولوا لنا تسكير ممنوع قطع الطرقات، بيقولوا بدنا نوصل على أشغالنا، بدنا نوصل على مدري وين، كله ممنوع، بيقولوا لك نحن أعلنا
بالليل انه بكره الطريق مقطوعه ليش نازلين؟ هيدا اللي عم ينرد علينا فيه. لا في شيء اسوء، هو وقت اللي بيشوفوا للعسكري بياخذوا له بطاقته بيسمحوا له انه يقطع. إيه؟ انا بعرف هيدا مشهد، يعني شو هيدا مشهد بذكرك كيف فينا نوصل الحرب، وانا ما بعرف كيف بيقبلوا قياده الجيش وقياده قوى الامن الداخلي والاجهزه الامنيه صح انه عسكري يشيل بطاقته لمدني يقدمها لمدني يشوفها يقول العسكري تفضل. انا هلا هيدا السؤال برسم قائد الجيش وكل قاده القوى الامنيه، كيف بيقبل قائد الجيش والقوى الامنيه ياخذوا مدنيين بطاقات عسكريين ويقطعوهم؟ كيف بنقبل نحن كدوله مش كقاده اجهزه؟ هيدا اللي اليوم عم نطرحه كمواطنين، اسئله عم نطرح انه نحن كيف فينا نقبل بهيك مشاهد على الطرقات. 48 ساعه اذا بقي هيك اي رح ينزلوا ناس يخبطوا بعضهم على الطرقات ويفتح الطرقات بالقوه. طب هيدا اللي بدهم يوصلونا لقالوا يعني اليوم؟ انا عم اقول بكل صراحه هيدا اللي هيدا هو الحراك اليوم، هيدا لهون بدنا نوصل تحت اخر شيء، لان عالم في شارع بعده قاعد ببيوته يمكن، قد ايه بده يضل متحمل؟ نحن عم نشوف العالم اليوم شو عم تحكي، الطرف المقابل شو عم يحكي، عم بقول لك انه عم يستنفذوا لنا صبرنا اليوم، انه قد ايه بدنا نتحمل هيدا الوضع؟ اليوم اربع خمس ساعات على الطريق. سماحة السيد كان واضح، قال انا مش رح سمي، بس واضح مين عم يقصد، عم يقصد الدولة، كل الدولة وقيادة الجيش والأجهزة الأمنية، ونحن بنقول لهم بمحبة وبمودة، والجيش والقوى الأمنية هن خميرتنا يلي بنحتاجها وقت العازة. عم تحمل متظاهرين عظيم، حفظتوا على الناس بقدر الامكان عظيم، بس بكره اليوم العاشر 10 ايام الناس ممنوع توصل على شغلها مش مقبول صح، مجبوره القوى الامنيه، ولكن ما بقى عندهم غير وسيله اليوم امل، مجبوره القوى الامنيه تحمل متظاهرين بالساحات، بس كمان مجبوره تامنك انت توصل من بيتك على شغلك وتامنني انا اوصل من بيتي على شغلي. صحيح، اعتبارا في حقوق اليوم. اعتبارا من الغد تقديري الشخصي أن جزء من هذه الطرقات سوف يفتح، والسيد حسن نصر الله عطى تفصيل، شو قال؟ يا خيي بدكم تتظاهروا على الطريق، تظاهروا، بس حطوا ميلي واتركوا ميلي، خذوا شقفة قال له، يعني كمان ما خلوا هالطريق مفتوح، ما بجوز تنزل الناس كلها على الخط البحري وتقعدهم ست ساعات، يعني صح. إذا أنت قاصد ما توصل الناس، إذا أنت قاصد ما توصل الناس، الناس المضطرة توصل عم توصل، بس عم توصل بذل وتعب وقهر. والمقابل شو المشهد المقابل؟ الأوتوسترادات فاضية، في عليها رقص، في عليها طاولة، في عليها أرجيلة، هيدا اللي عم نشوفه، العالم عم بتكون قاعدة طوابير على الطريق البحرية وبالأوتوستراد هو فاضي اليوم. بدك تعمل، طب هيدا مشهد شو اليوم؟ بدك تعمل ثورة، ما بدك تركب أرجيلة وتمد خط كهرباء على، هيدا ما بينعكس على الثورة أنا اليوم رأيي سلباً؟ أنا رأيي ثالث يوم تم القضاء على هذه الثورة وتحولت من ثورة إلى مجموعة حراكات، وجزء من هذه الحراكات حراكات بلطجة على الطريق، وهيك سقطت. وانا صح اللي قاله سمحت السيد، روحوا اعملوا استفتاء، واذا 50% من الناس بيقبلوا نحن معه، انا بعرف مش عشرات ميات الناس اللي بيعبروا لك على السوشيال ميديا انه خي نحن مع المتظاهرين ونحن مع مطالبهم، بس كمان نحن حقنا نوصل على الشغل. طيب في شيء أسوأ، واحد اذا رايح على المظاهره كيف بيوصل؟ يعني لازم يشحشط البني ادم ليوصل؟ لا، اللي عم بيصير هو قطع طرقات منظم. وليد جملاق والحزب الاشتراكي في مطارح قطعوا الطرقات على بعض المفارق، الدكتور سمير جعجع والقوات اللبنانيه قطعوا الطريق بشكل منظم على بعض المفارق ولا زالوا، وبعض الحركات الثانيه لمجموعه اربع خمس زعران بصفوا بيشلحوا 50,000 و100,000. الاجهزه الامنيه معيب انه حدا مدني يطلب هوياتكم، ما بعرف كيف بتقبلوا تعطوا هوياتكم لواحد مدني ليقطعكم، ما بعرف كيف واحد فيكم لابس بدله يقول له مدني اذا بتريد هيدي بطاقتي قطعني انا عسكري، ما بعرف عن جد هيدا شيء كثير مذل، يعني بيطلع حدا على الكاميرا بيقول، ما فينا بيطلع حدا على الكاميرا شو بيقول، يعني بيطلع حدا على الكاميرا يا امل شو بيقول؟ سمحنا للعسكر وللاسعاف وللصليب الاحمر وللقمح وللي معهم بطاقه من الجيش يقطعوا انهم يقطعوا، كيف؟ نعم، حريه، هي هي الحريه، سمحنا، هي هي الحريه، انتم عم تعملوا فينا مثل ليبيا، انتم عم تعملوا فينا مثل سوريا، والحمد لله خلصت بسوريا. اي لا، رجعونا على ايام زمان، يعني كنا حابين نسيحة، بدهم يسمحوا لنا، بدهم يسمحوا لنا يتظاهروا ويعملوا مظاهرة، أنا بدعيهم الأحد لمظاهرة فيها 4 مليون وتكون يا لطيف السحاب مليانة، بس الطرقات ما بقى فيكم تطلعوا على الناس. شفنا، شهدنا تظاهرات كبيرة
وأدت يعني إذا بدنا نقول يعني لتحقيق أهدافها، ولكن كانت بالساحة بساحة رياض الصبح وساحة الشهداء، وكان كنا نعرف أنه نهار المظاهرة بتحس أنه أوكي السير معرقل اليوم واحد مش قادر يوصل، ولكن تاني نهار عادي. ومع الإشارة كمان هول الناس الموجودين بالعزرية والموجودين بوسط البلد وعندهم محلات وشغل كمان هول شو ذنبهم؟ أكيد وغيرهم 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 إذا بدنا نفند بهذا الموضوع، ولكن بدي روح على الشق السياسي من الأمر. كان عم يحكي السيد حسن نصر الله عن البحث عن حلول اليوم، وعم بيقول لك شو البديل. هل هو البديل الفوضى، الانهيار، الوقوع في الفراغ؟ اليوم على أي قاعدة نحن عم نشتغل أو عم يشتغل هذا الحراك المدني اليوم، هذه الثورة اليوم؟ إذا فلت البلد عم نحضر لشو؟ لا، أول شيء بدي طمنك ما رح يفلت البلد، وأنا على يقين انه اللي هزم اسرائيل واللي هزم داعش واللي مرق بكل هالعواصف مش رح يقبل انه البلد يفلت. بس في مناطق عم تفلت فيها الامور صراحه. كانوا كتار يقولوا نحن منهم، بس تخلص بسوريا بتولع بلبنان وبالعراق. مذكره هالحكي. كنا نستند بهيدا التحليل مش على معلومات، كنا نستند انه الامريكان والغرب حاطين كل قدراتهم على سوريا. النهار اللي بيخلص من سوريا واللي صار العكس، انه الرئيس الاسد خلص منهم بدهم يروحوا يتفرغوا للساحات المحيطه، وكان في عنا قلق جدي من العراق ومن لبنان. طيب شو هالصدفه انه هي عم تخلص بسوريا بلشت تشتعل الساحات ببغداد وببيروت؟ صح. طيب هيدا الاعلام هو ذاته واللي قالوا سماحه السيد اكثر من دقيق، هيدا الاعلام هو ذاته اللي كان كل الوقت مفوكس على سوريا فجاه شفناه عم بيطفي وعم بيفتح على المشهد اللبناني والمشهد العراقي. رح أرجع عيد للمرة الألف، هؤلاء المتظاهرين المعتصمين الغالبية العظمى منهم أبرياء وغير مرتبطين بالسفارات، لكن مين قال إنه كل الناس بتركب المشروع؟ في واحد يقعد على راس الدبكة وهو يديرها، في حدا إجا قاعد على راس الدبكة وعم بيديرها. اثنين، أنا لاحظت أمرين. هلا فتنا على مين عم يركب على راس الدبكة قبل ما نقطع الأمور. بالأحزاب القوات والاشتراكي وبعض الناشطين والان جي اوز المرتبطين. يعني انا ما بفهم كيف وحدة بتنزل تقول جبران برا واللاجئين جوا. لا معذرتي، نحن اكثر ناس اختلفنا مع جبران باسيل، بس انا اليوم متعاطف مع جبران باسيل لانه ما بيصير تسب له امه واخته مره اثنين ثلاثه أربعة ألف عشرة على الميكروفون. صح. طيب كيف الحديث؟ طيب انت بتقبلها على امك؟ لا. وكيف يعني جبران برا واللاجئين جوا؟ لا محزرتي، اللاجئين بدهم يرجعوا على بلدهم معززين مكرمين، وجبران بده يبقى جوا. مثل ما جعجع بده يبقى جوا، مثل ما جنبلاط بده يبقى جوا، قدرنا نبقى جوا كلنا. انا لاحظت امرين. هلا رحنا على الحلول. ايه. الامر الاول ان سماحه السيد حسن نصر الله وضع بند الحلول في الجزء الثاني من الخطاب، يعني في قسم اذا بدك الاول. صح. وبالتالي قصد يقول من بدايه الحديث بإيجابية مع المتظاهرين، وأنا كنت متوقع بعقلي بمراقبة الخطاب سماحة السيد أنه الحلول تكون بالآخر، ولا حكيهم بالأول مبكر. وحكي عن الإيجابيات أيضا. إيه؟ أنا لاحظت أمر أساسي. أن سماحة السيد حسن نصر الله في خطابه السابق كان جازما بأن الحكومة والعهد لن يسقطا، لكن في هذا الخطاب استعمل عبارة لا نؤيد، وقال شحطين تحت لا نؤيد أو ركزوا على لا نؤيد. مظبوط. لا نقبل الحكومة. إسقاط العهد، لا نؤيد إسقاط الحكومة، وقال لا نؤيد بدنا نركز عليه. صح. وعمل مقدمة سماحة السيد وقال رح كون دقيق في هذا الجزء في المصطلحات. وخلينا نراقب خطاب الرئيس ميشيل عون. الرئيس ميشيل عون امبارح بخطابه فتح الباب انه نحن حاضرين نعالج الحكومة، وهيدا الباب مفتوح. ببلش انك تغيري اربع وزراء القوات لحتى تغيري اكثر من اربع وزراء قوات، يمكن لحتى استقالة الحكومة. لكن انا هون في عندي سؤال، وبالعملية وين سعد الحريري ونواب ووزراء تيار المستقبل؟ منطق انه هذه الحكومة حكومة سعد الحريري والسيد حسن نصر الله هو طالع يدافع عنا كل الوقت عمر قطع الاصلاحية. سعد الحريري سأل اذا انا بستقيل بضمن رجعتي، كان الجواب بالاستشارات بتعرف بقي بالحكومة. لكن ما بيصير سعد الحريري يعمل ورقة إصلاحية ويروح يقعد ببيت الوسط. سعد الحريري بحاجة وزراء ونواب، وهو يحكي مع جمهوره، يحكي مع جمهوره مثل ما سماحة السيد حكي مع جمهوره ومع أصدقائه. يعني اليوم السيد طور الخطاب، قال الجمهور حزب الله، وقال خطاب لأصدقاء حزب الله. هو عم يشتغل اليوم، ذهب إلى الشق العملي. لا على راسي يا ستنا. المتظاهرين في طرابلس من جزء منهم جمهور سعد الحريري. صح. المتظاهرين في بيروت من جزء منهم سعد الحريري. طيب هو بده يحكي معهم السيد حسن،
انا ما لي مصلحه انصحه لسعد الحريري ونحن خصوم بالسياسه، لكن سعد الحريري اذا بده يرحم نفسه ويلحق جمهوره يروح يحكي معه، يحكي معه بالورقه الاصلاحيه وشو اهميتها وشو فوائدها. ما بيصير ما نسمع ولا نايب بتيار اليوم مستقبل. المشكله انه المتظاهرين مش متقبلين حدا يحكيهم، في عندك هون عائق يعني بين المتظاهرين وبين السلطه والحكم انه ما بدهم يسمعون. في فرق بين المسؤول، يعني دغري عم شوف بس عم تخلص الخطابات دغري بتسال الشارع بيقول لك ما اسقاط النظام واسقاط الحكومه وما كانه عم يسمع. في فرق بين المسؤول وفي فرق بين اللا مسؤول، والمسؤولية هي مش مركز. والدليل أن السيد حسن نصر الله مسؤولا وهو بدون مركز، طلع سماحة السيد بشجاعة أول مرة حكي مع الناس واليوم حكي مع الناس، وأنا مأكد أنه في كتار كنت تستضيفون على هذا الكرسي كانوا يحكوك بخطاب، بعد خطاب سماحة السيد رح يغيروا خطابه. أنا مأكد أنه في نواب بثماني أزار راحوا ركبوا الموجة وبعدوا، بعد خطاب سماحة السيد بدهم يشحطوا فريم ويعيدوا حساباتهم. الشجاعة أنك تحكي مع جمهورك، كتير سهل هلا تعبي الناس تنزل تتظاهر، بس وبعد التظاهر شو في؟ اذا بعد التظاهر في فراغ وفي مشهد مثل سوريا والعراق وليبيا، لا ما بدنا تظاهر. اثنين، الكاميرات لمين فتحت الهواء؟ دخلك كم خبير اقتصادي استضافت المحطات هالتسعة ايام؟ ما حدا. انا ما عم بقول خبراء اقتصاديين قريبين من العهد او من الحكومه. طيب بصير ما نفتح الهواء لشرب النحاس؟ بصير ما نفتح الهواء لشرب الارداح اللي عنده وجهه نظر لو كنت مأيدي للدوله؟ بصير ما نفتح الهواء للاقتصاديين والخبراء؟ صح، هيدي الورقه خلينا اللي طالعها الرئيس، يعني رئيس الحكومه. في صح، في في مراسلين اخوه واصدقاء بصاروا يعني يهتفوا كانهم عم بيقودوا مظاهره مش كانهم عم بيغطوا. حقك تعطي راي الناس لكن حقك تعطي راي الاخرين. طيب اليوم قال ايضا انه نحن عم نحمي البلد من هذا الفراغ، نحن لا نؤيد اسقاط هذه الحكومه ولا نقبل بانتخابات مبكره، ولكن ايضا عم يكون في هتافات وحشود بالضاحيه الجنوبيه ايضا مؤيده لكلمه سماحه السيد حسن نصر الله. ويتذكر كثير منيح الموجودين بالساحات انه هذا الجمهور ضابط سماحه السيد حسن نصر الله، بالرغم انه عم ينشتم. يتذكر كثير منيح انه هذا الجمهور، ما توخذيني بالكلمه، تم توجيه تعليمات انه ممنوع تقرب على اي ساحه فيها معتصمين اليوم. وعم يمشوا بهذه المسيرات في الضاحيه الجنوبيه وليس في ساحات الاعتصام الاخرى. بالنتيجة ما بدنا ننسى انه في جمهور وفي شارع، في جمهور بلش يصير اليوم يؤيد، لا ومغيب وجهة نظره عن الاعلام بكل صراحة، مع احترامنا لوسائل الاعلام في وجهة نظر عم تتغير. طيب انا رح ارجع عيد، كم اقتصادي تم استضافتهم بال 24 ساعة هواء؟ مع انه نحن اذا بدنا نتكلم معلي ما تخزيني هالكلمة، هون السبيكرات تركبوا تحت، مين اجى عليهم؟ الفاشينيستا ومغنيين ومغنيين نايت كلاب، مش زياد الرحباني وجوليا. طيب انتوا عاملين اعتصام ليجي مغني نايت كلاب يغني فيه والفاشينيستا يرقصوا فيه، ولا عاملين اعتصام بمطالب اقتصاديه مفترض واحد يطلع يحكي؟ هذا ما بيفيد هذه، لا لا في هذه الثوره اليوم، هذا بيسيء لامل. مطلوب الفراغ والعبثيه. مطلوب الفوضى، هيدا اللي هو مطلوب. اليوم السيد قال له نحن ما بدنا نروح على على الفراغ ونحن بنشوف لبعيد، عم بيقول لهم اختاروا قياده لهالوفود بيمثلكم وطلعوا لعند فخامه الرئيس واجتمعوا فيه وقدموا مطالبكم، وهو اللي قاله فخامه الرئيس بالامس. يعني ليه ما بدهم يعني يسموا قياده لهم؟ كون صريح معي. ليش؟ لانه رح تكتشفي انه القوات اللبنانيه والحزب التقدم الاشتراكي وبعض مجموعات الان جي اوز هن اللي عم بيقودوا الحراك، ومع احترامنا لعدد كبير من اصدقائنا المحمسين اللي مفكرين حالهم عم بيديروا الحوار، هلا بس يقولوا طالعين عبد عبده رح يشحطوهم من الساحه. وانا مسؤول عن كلامي. ولن يحصل هذا الحوار، واذا حصل هذا الحوار رح يكون حوار فلكلوري. ليش؟ لانه ما رح يسترجوا يكشفوا وجوههم اللي هن اساسيين في عمليه تحريك الشارع. انا رح اعطيك سيناريو هن طارحينه كحراك مدني يعني. ما ما, ما انت عم تسمعي على الكاميرا تصريح بيقولوا لك اليوم انه نحن ما في عنا حدا بيمثلنا، لانه بمجرد انه بعتنا ممثلين عنا للتحاور يعني بيعتبروا حالهم هن انه تراجعوا وسقطت كل اهدافهم بمجرد الحوار والتفاوض. شو اهدافهم؟ هيدا المنطق اللي هن عم يحكوا فيه. شو اهدافهم؟ اهدافهم اسقاط هذه الحكومه كلها، يعني كلها يعني من الاساس رفعوا هذا الشعار وبعدهم عليه. اول شيء مش مزبوط انه اهدافهم اسقاط الحكومه. في جزء منهم قال بيسقط رئيس الجمهوريه،
في جزء منه قال يروح مجلس النواب على البيت، في جزء منه قال بدنا كل السلطه تفل باوضاتها بموظفينا، في جزء منه طالب بحكومه عسكريه كانه ما بيعرف انه نحن عايشين بلبنان. كل واحد منهم غنى موال. هلا اليوم في فرصه، في ناس صادقين اكيد يجربوا يعملوا وفد ويطلعوا، ويجرب هيدا الوفد يشوف بيمون على السحاب ولا ما بيمون. انا تقديري الشخصي ورايي مفترض تفتح الطرقات من قبل الجيش اللبناني والقوى الامنيه، يعملوا لهم ساحات تظاهر بكل قريه بكل مدينه بكل محافظه، ويجيبوا لهم وديع الشيخ يغني لهم هو علاء زلزلي لبكره الصبح، ويرقصوا وينبسطوا ويهيسوا والتلفزيون. لا ما بدنا ناخذ الامور، لا عم بحكيك جد، لا هو هيك، انا عم بحكيك جد، ويهيسوا وينبسطوا ويرقصوا كل شيء، وخلوا هالناس توعى شغله، والانتخابات الجايه يشدوا حالهم كمجتمع مدني، يعملوا لوائح ويفوتوا على الانتخابات على النسبيه. والسيد حسن فتح الشباك قال بدكم تغيروا النظام الطائفي، نحن جاهزين، لبنان دايره واحده خارج القيد الطائفي. هن عم بيطالبوا بانتخابات نيابيه مبكره، ولكن للاسف ما عم نعرف على اي عنون بدهم هذه الانتخابات، لانه الانتخابات ما صار لها زمان صايره. اخذ امل انتخابات، يطلعوا يعملوا وفد يقولوا نحن بحاجه لانتخابات نيابيه مبكره. عم بيقولوا رح يقول لهم يطلعوا يقولوا رح يقول لهم فخامه الرئيس هذا الامر بحاجه لامرين. الامر الاول قانون انتخاب، الامر الثاني اللي بيدعي لانتخابات نيابيه مبكره هو مش رئيس الجمهوريه، هو مجلس النواب. يروحوا يتظاهروا قدام مجلس النواب، يضلوا متظاهرين ليقرروا. طيب ولكن يعني نحن انتخابات بعدها حاصله، وهيدا امر معقد جدا، على اي قانون انتخابي يعني ستجري هذه الانتخابات؟ نحن بنعرف يعني قديش البلد معقد وقديه كل هذه التركيبه معقده، وحكي الان السيد انه بدكم على اساس دائره انتخابيه واحده، على اساس قانون ارثوذكسي، ما حتى القوى السياسيه غير متفقه اليوم بالنسبه لقانون الانتخاب. بدك الصراحة اي النقاش صار دي باسي، يعني هو اللي عم نحكي فيه هون كانوا بيسووا من ثلاث ايام، اليوم صرنا بنقاش ثاني. اللي هو؟ اللي هو ان حزب الله قد رسم خريطة للمرحلة المقبلة. شو هي هذه الخريطة؟ هذه الخريطة ان هذا الحراك لم يعد حراكا بريئا، بل هو حراكا مشبوها، وان على الحلفاء والاصدقاء جميعا ان يفهموا وجهة النظر. وبرايي نحن اليوم كفريق 8 اذار حتما بعد الدقائق المقبله رح تسمع تصريح لسليمان فرنجيه، تصريح للتيار الوطني الحر، تصريح لشخصيات منا حسن مراد، تصريح للحزب السوري القومي الاجتماعي، رح ياكدوا على متانه التحالف على رؤيه حزب الله. من بعدها نحن امام سيناريوهين. اللي هن السيناريو الاول ينعمل وفد جدي يطلع بعبده يحط مطالب. السيناريو الثاني ما يطلع حدا ويبقوا عم يتظاهروا. السيناريو الثالث انه لا سمح الله ما يقبلوا يفتحوا الطرقات خلال 48 ساعة ونروح على صدامات بين الناس ونكون عم نولع شرارة الحرب الاهلية. والسيد حسن نصر الله استخدم هذا المصطلح صح صح. الحرب الاهلية. بيبقى في شوية تفاصيل بيسوى الواحد يحكي فيهم. واحد من هول التفاصيل انه ترميم الحكومة، انا برأيي في فرصة نروح لترميم هذه لتغيير في هذه الحكومة. انا تقديري الشخصي شو انه الاحتمال الاكبر هو أن يتم ترميم هذه الحكومة بتعيين وزراء القوات اللبنانية، وربما استقالة بعض الوزراء، وبالتالي إدخال عناصر جديدة إلى الحكومة، وليش لا يمكن تنزل الحكومة لل 26. السيناريو الثاني أنه لا يتم الاتفاق على حكومة جديدة تستقيل الحكومة وتتكلف الجديدة ب 24 ساعة، بس هذا السيناريو ضعيف. ضعيف لأنه هيدا مش مطلبهم اليوم. لا مش مطلبهم. ما هو اذا مطلبهم يعني هن بيقولوا لك اذا بده يرجعوا يعينوا الوزراء الاحزاب الموجوده بالسلطه شو بنكون عملنا؟ طيب ما رح نرجع نعيد، الذي يختار ويمنح الثقه للحكومه بوفق الدستور مش المتظاهرين. طيب هو المتظاهرين هلا 300,000 400 مليون، افترضنا هلا اذا حزب الله دعا لمظاهره مليونيه قد ايه بيجي ناس؟ مش قدهم؟ ولكن هن بيقولوا لك انه في من شارع حزب الله والحركه والتيار وغيرهم اليوم موجودين بهذه على راسي. هذا حكي عاطفي، انا راح افترض انا وياك واليوم اعطيت تصريح لوكاله رويترز وسالته لمندوب رويترز، اذا اراد حزب الله واصدقاء حزب الله الذهاب الى انتخابات مبكره، لبنان دائره واحده خارج القيد الطائفي، بيقبل سمير جعجع؟ انا عم بسالك على الهواء. هلا اذا نزلنا على جل الديب والزوق سالنا المتظاهرين، لبنان دايره واحده خارج القيد الطائفي بيقبل؟ لا اكيد معارض هيدا القانون يعني، وكانت مبينه هذه المؤشرات. اكثر حدا متضرر من اللي عم بيصير
هو المجتمع المسيحي بكل صراحة، لأنه هذا عم بيزرحنا فرطنا هذا الطائف بدنا نروح تلتين بتلت، ونروح تلتين بتلت هيني أنا إلى مؤتمر تأسيسي. لا 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 بدون مؤتمر تأسيسي، لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي، بيجيبوا المسيحية تلت الأصوات هيك بكل صراحة وشفافية. واحد، اثنين، نحن مش منتبهين إنه هيدي الحكومة على رأسها سعد الحريري، وهذه الجمهورية على رأسها الرئيس ميشيل عون. هيدي الحكومة مش على رأسها السيد حسن نصر الله. أربعة، سعد الحريري هلأ إذا بيستقيل، وإن شاء الله يستقيل، منشوف مين بيتكلف رئيس الحكومة، ومنشوف شكل الحكومة الجاي. شكل الحكومة الجاي رح يكون فيها حضور أقوى لحزب الله في دستور، والسيد حسن نصر الله واضح دستور، والدستور لا يسمح بالفراغ. طب أنا رح أقول لك أكثر من هيك، حتى المجتمع الدولي لا يستطيع أن يذهب بهذه الفوضى بعيدا إلا إذا كان في مشروع نروح الفوضى لا سمح الله والحرب الأهلية. نحن اليوم خلال 48 ساعة بيبين أو نحن رايحين على فوضى ولا سمح الله بوادر لحرب أهلية، أو نحن رايحين على مسار سياسي. نعم في تشنج سياسي لكن في حلول. صحيح، ولكن اليوم كمان بيقولوا لكم يعني المتظاهرين بيقولوا لكم انه ليه دائما بدكم تهددونا بالفراغ؟ ليه دائما بدكم تهددونا بانه حرب اهليه؟ ليه دائما بدكم تهددونا بكل هذه الامور؟ يعني اليوم عم تحكونا بمنطق قوه، اليوم بيقولوا لك انه نحن اليوم عم نغير كل الامور، هيدي ثوره صار لها زمان مش حاصله بلبنان، ليه بدكم تجوا بهيدا المنطق تفرضوا علينا كل شيء؟ الجواب، أول شيء نحن مش من زمان شفنا بالبلدان العربية وين وصلت الثورات، بليبيا، بسوريا، بكل هذا العالم العربي اللي اشتعل واللي بعده مطفي. اثنين، في جواب بالعقل. طيب إذا بكرة علي حسن خليل ما نزل على المالية وجبران باسيل ما راح على الخارجية، بينزلوا الشباب بيقعدوا بديروا السفارات وبيحولوا رواتب الموظفين، ما كمان بدنا شيء منطقي. وكل العالم في مرحلة انتقالية، امبارح بالسودان عملوا حوار، شكل هذه الثورة، شكلت وفد، وهذا الوفد تحاور مع السلطة العسكرية وراحوا عملوا هيئة تأسيسية جديدة. طيب بتونس عملوا هيئة تأسيسية وراحوا عملوا انتخابات رئاسية وانتخابات نيابية، صح؟ يروحوا شكلوا وفد، عشرت هذا الوفد يقدر يمون على 50% من المتظاهرين، على 40%. أنا بتحداكي على الهواء إذا فيك ما بيمون عليهم، ما بيسترجوا يكشفوا وجوههم يلي هن بيمونوا، وفي جزء ما حدا بيمون عليه. اليوم هيدي التظاهرات، طب الجزء اللي ما حدا بيمون عليه هو يتقدم ويروح. أما تطلع فيه المتظاهرين قدام مصرف لبنان معظمهم من جمهور المقاومة، أنا عودت الناس على الصراحة. المتظاهرين على مفارق الجبل وبالجبل معظمهم من مؤيدين نايب ولي جملاط. المتظاهرين على الزوق وعلى خط بيروت الشمال معظمه من القوات اللبنانية. المتظاهرين في ساحة النور، مجتمع مدني على أشرف ريفي على حراس بلدية. عمين عم نكذب؟ المتظاهرين في النبطية وبسور، منظمة عمل شيوعي، حزب شيوعي، وناس رافضين. هاي الحقيقة. في حل، كل منطقة من منطقتها بتنقي مندوب ويطلعوا على القصر يقدموا طلباته ونشوف لوين نوصل. أنا ماني مقتنع إنه رح يطلعوا، وماني مقتنع إنه رح نوصل لنتيجة. لا هيك افتحوا الطرقات خليكم متظاهرين. طيب هن طارحين لك إذا بدك حكومة يستلم العسكر، حكومة هن بيشكلوها، هن طارحين هيدي الطروحات. ما فينا بس لنلفت نظر. إيه الدستور اللبناني تعدل، وبالتالي المجلس العسكري ما بقى عنده القدرة يكون حكومة انتقالية. واحد، الدستور يعني هيدي منا مزبوطة. نعم. بقى المجلس العسكري مؤلف من 6 ضباط، قائد الجيش وخمس ألوية. الشيعي عينته حركة أمل وحزب الله، والسني عينوا تيار المستقبل، والمسيحية عينوا جبران باسيل. ليش هذا المجلس العسكري جاي من هولولولو؟ وين عايشين نحن؟ يعني صدقيني إذا ما بيعرفوا مشكلة، وإذا بيعرفوا وعم يحكوا هيك مشكلة أكبر. طب هن كرمال هيك بدهم كلهم، يعني كلهم مع المجلس العسكري لك. طب ما هي المجلس العسكري معينته الحكومة. طب حكومة التكنوقراط مثل ما هن حاطين، اما الايد الجيش معين الرئيس ميشيل عون. يعني شو عم نحكي؟ حكومة التكنوقراط مين تكنوقراط؟ ولكن هن عندهم ثقة بقائد الجيش. على رأي هذا الثقة هلا مرحلية لحتى يغطوا شغبهم، عم بيستخدموا ايد الجيش ليغطوا شغبهم. وانا عم بقول لك على الهواء مسؤول عن كلامي، ان الجيش اليوم اصدر انذار رقم واحد، وبعد شوي راقبة
انت والمشاهدين بيانات الجيش وحركه الجيش، سوف يكون هناك حراك مختلف ببيانات مختلفه عن التسعه ايام. الجيش حريص على ممتلكات الناس، وهون العسكر مش عم يشوفوا عيالهم. صح. واليوم شفنا عسكري اضطر انه يدافع عن ابنه وعن مرته ويضرب حدا. ما هن اولاد المجتمع، ليش ما بيشعر بالاهانه العسكري لما يعطي هويته لمدني يقطع طريق؟ طبعا طبعا. انت تخيليها على نفسك. طيب اليوم عم بيقول انه انتبهوا في سفارات عم تشتغل ايضا بالاول انت حضرتك قلت يعني طبعاً. انه باول كان خطاب بريء. كان بريء جدا وما كان في انه اي كلام عن سفارات عم تشتغل بهذا الموضوع. اليوم ليش رجعنا نسمع انه عم بيقول ما تصدقوا السفارات؟ صار انه هن في مراهنات كثيره، صار عم بيقولوا انتبهوا، صار امر مغري للسفارات اللي تتدخل. وانت لا سمح الله لو كنت سفيره امريكيه لازم تتدخلي. شو هو الامر المغري؟ التظاهر في الجنوب وفي المناطق الشيعية. وانت بتعرفي ونحن بنعرف ومسائبين اثنيناتنا من الشيعة، لكن هذا الواقع مغري أن جمهور حزب الله وحركة أمل يتظاهر ويشتم قيادة حزب الله وحركة أمل. وشفنا هذا اللي هن عولوا عليه اليوم، وشفنا المحطات. ما تأخذيني بهالكلمة، ليش بعلي بنفتح وندو صغير وبصوروا بالنبطية 24/24؟ ليش؟ لأنه هون شيعة، ولأنه مشروع السفارات هو اللعب في بيئة المقاومة. نعم كان مقصود ومغري لهذه السفارات أن تدخل. وأنا تقييمي الشخصي، أنا بدأت المظاهرة عفوية، وأنا على القليل بعرف لي 4-5 من أول 100 نزلوا على المظاهرة، وبقسم يمين أنه ما لهم علاقة بأي أجندة. نزلوا الناس غضبانين، وهذا الغضب هلأ بدنا نروق ونسأل. أزمة الدولار، أزمة الفيول، أزمة القمح، الحرايق، الواتساب، يمكن صاروا كلهم يا اختي بالصدفه ويمكن مش بالصدفه، لكن هذا التسلسل. لكن يعني هون حضروا الارضيه بيطرح علامه استفهام. لغا انا من الناس الغضبين. ملفات فساد بالجمله كلها نايمه بالجرور. نزلت الناس اول يوم بريء، ثاني يوم بريء، والدليل البراءه وين؟ لكن في سبيكرات ولكن في مسارح ولكن صحيح. ثالث يوم طورت، ركب الستيج، نزلوا كل الفنانين، كل الهندسه الصوتيه، كل الفاشينيستا، كل الاعلام الغربي، صرنا عم نشوف خطاب سياسي. فجاه صار شتيمه للسيد حسن نصر الله وهالهمروج اللي نحن فيها. والمحطات طفت الضيوف، فتحت الهواء للشتائم والسباب. انت من جرحتي وقت انسبت امه لجبران باسيل 24 ساعه؟ انا اختلفت مع الوزير جبران باسيل، لكن بكل صراحة ما حصل بحق الوزير جبران باسيل يدفع كل مواطن للتعاطف مع جبران باسيل. صحيح اللي صار مش مسموح. جبران باسيل منه مقتل 30-40 ألف لبناني. فيك ما تصطهدمه، فيك ما تحبه، فيك تكون ضده بدك إياه، بس إنه على الستيج والمحطات تنقل لايف وننبسط إنه جريدة التايمز حطت له مثبت أمه، لا. كل شيء له حدود. ورحنا دغري على السريع نحكي على حزب الله، وهيدي حكومة حزب الله. هيدي طريقة السباب بهيدي الطريقة وتوجيه الإهانات اليوم لكل القيادات ومن بينهم الوزير جبران باسيل اللي هو كان له الحصة الأكبر. نعم. إذا بدنا نقول اليوم على شو بدل؟ في حقد دفين يعني؟ في شو يعني؟ عن شو عبروا اليوم المواطنين؟ اليوم كمان تحميل يمكن الوزير باسيل أو العهد وغيره، يعني كل هذه التراكمات اليوم وما بقى في غير جبران باسيل بالساحة يعني؟ أنا رح أرجع كمل رسم المشهد كمان يعني برسم المشهد وكمان مش مقبول وكمان بشفافية. ببداية الحراك نزل جزء من جمهور حركة أمل سبع الوزير جبران باسيل، وجزء من جمهور جبران باسيل سبع الرئيس بري. وفي أعطيك عشرات الأدلة هلأ على تويتر. كانت مفهومة. ليش كانت مفهومة؟ لأنه كانت بعض القصة خابصة ومش مبين إذا هي عفوية ولا هي مؤامرة. وزير جبران باسيل عنده جملة عدوات، جزء من هالعدوات داخل الحكومة وتحديدا تيار حركة أمل والحزب التقدم الاشتراكي والمردة وتيار المردة، وجزء من هذه العدوات من المستقلين من الحكومة سمير جعجع، وجزء من هذه العدوات مع من هم خارج الحكومة بتبلش بفارس سعيد وما بتخلص بسامي جميل. كلهم اجتمعوا في المرحلة الأولى من هذا الحراك ووجهوا أسهمهم لجبران باسيل.
صح، بدي روح بس في يعني قرار اليوم بفتح الطرقات. اعطيناك كلمه السر. نشدنا الرئيس الحريري يتحرك ويبدو اجت التلبيه سريعه، لانه وصل من شوي على قصر بعبده. صح، ومفترض يكون البحث بامرين اساسيين، الامر الاول تحديد موعد جلسه لمجلس الوزراء، والامر الثاني هو ترميم الحكومه. وجلسة مجلس الوزراء يعني بتعني فتح الطرقات، لأن الوزير المتخذين بالكلمة فيوليت الصفد المرة الماضية ما قدرت توصل. صحيح، ولكن في غير وزراء وصلوا ويعني اكتملت. لا المقصود بس تقول مجلس وزراء يعني فتح الطرقات، تخيلي أنه كيف تعني مجلس وزراء والطرقات مسكرة. أنا تقديري الشخصي من هلأ للتنين الطرقات بدها تفتح والمدارس بدها تفتح ولازم ترجع. وبعتقد يعني انت وانا وكل اللي عنده الاولاد يعني صاروا عاملين مش 500 مشكله بالبيت. صح هي المتضررين المتضررين اكثر شيء هن الامهات، يعني اذا بدنا نقول. لا والاباء، لانه الاباء انحبسوا بالبيوت يعني. صحيح مشكله كثير كبيره يعني، كمان هيك تعطيل الجميع والاولاد قاعدين بالبيوت ايضا، كمان هيدا مشهد منه صحي ابدا ومنه سليم. تنرجع للسياسه، المشهد ليس مشهدا ترفيهيا، مع احترامنا لكل اللي رقصوا ودبكوا. المشهد اكبر من هيك بكثير. حزب الله يقول سماحة السيد حسن نصر الله عندي معلومات وانا على يقين بذلك. نحن بنعرف وانت بتعرفي انه حزب الله هزم الاسرائيليين بالامن. اذا المعلومه لم تعد عاطفيه. نعم، نحن اليوم امام مفترق طرق، اما نذهب إلى مواجهات في الشارع والقوى الأمنية تتفرج والناس تقبر بعضها ونروح على حرب أهلية، أو القوى الأمنية تلعب دورة، وتحديدا قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني اللي بنحترمهم وبنحبهم وبنريدهم وهني ضمانتنا، وخلي الناس تتظاهر. وأنا بدعيهم الأحد إذا بدهم يردوا على السيد حسن نصر الله يعملوا مظاهرة مليونية ويسمعوا خطابهم لكل الدنيا. بس أنا بخبرهم بقي فؤاد السنيورة سنتين قاعد بالسراي والناس متظاهرة برا. وهن فيهم يبقوا من هلا للانتخابات النيابيه، يبقوا ما حدا طالب منهم يطلعوا، وعلى العكس. طيب ولكن هيك عم بتفشلهم يعني. لا 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 الحراك هن بيعتبروا حالهم اليوم في حال ترك هذه الساحات. طيب يعني ما حققوا شيء من كل المطالب اللي نزلوا فيها، بطلوا البلد 10 سنين من وراها. اذا اليوم نحن رحنا على الميزان وسالنا كل واحد فيهم شو عامل، انا سالم زهران رحت بملف المحافظين كشفت الوثائق على الهواء وعلى القضاء، رحت بملف بلديه ببيروت كشفت الوثائق وعلى القضاء. وبس تقولي وثائق وقضاء يعني عم تجيبي مشاكل لنفسك، لانه هول الفاسدين عندهم عصابتهم، وعم تروحي على القضاء يعني عم تحطي محامين وتعب ووقت وفلوس. رحنا على ملف الجمارك وقفنا مديره عامه نحن وجو معلوف كمشناها بموضوع الفساد. صحيح. طيب رحنا بملف قروض الاسكان شفتي لوين وصل، واليوم الدوله اللبنانيه لما قررت تفتح الملفات لقيته ملف الوحيد الجاهز. طيب انا الي عين اطلع احكي عن محاربه الفساد؟ مين في هون يخبرنا انه عين يحكي عن محاربه الفساد؟ نجيب مئاتي النصاب يلي امبارح طالع فيه قرار قضائي واللي بيهرب بالبوك من هون على طرابلس، له عين يطلع يحكي محاربه الفساد؟ كيف؟ انا يحط اصبعه بعيني واحد من الموجودين بالتظاهرات تحت قدم ملفات محاربه الفساد قدي. مش هلا الي سنتين عم بركض. ليه ما بيقدموا؟ طيب روحوا شكلوا هيئه، ما حدا يقول لك ان روحوا شكلوا هيئه ومجموعات واكشفوا النقاب عن ملفات فساد، روحوا فيها للقضاء وتظاهروا قدام العدليه وارفعوا صوره القاضي اللي ما بده يحكم الكون. طيب هيك اليوم القوات اللبنانيه بتقدم حالها كنموذج عن النزاهه وبتحارب هي الفساد، وهي عم بتقدم نموذج جديد من ان كان من وزرائها او من نوابها او من كل مناصرينا، بانه هي ما دخلت ولم تدخل يوما بكل هذا الفساد، وهي لها عين اليوم تطلع وتقدم اي ملف. ستوب. القوات اللبنانيه عاملين خطاب المعارضه بقلب الحكومه. وهيدي ما بتصير حتى بالصومال. وانا ما عندي حساسيه شخصيه لا مع قياده القوات ولا مع جمهور القوات، وبالعكس لما رحنا على خطاب محاربه الفساد تقاطعنا نحن وياهم بكثير من المراحل. وما كنت مخيل يصير فيها التقاطع صار فيه. بس القوات اللبنانيه ما في يقطع طرقات الطريق ويقول للناس اعطوني هوياتكم. القوات اللبنانيه معنيين اليوم يرجعوا يعيدوا التقييم. وانا نصيحتي بعد فيهم يعيدوا التقييم؟ هيني كيف؟ بالاخر الشارع قد ايه بده يبقى شارع؟ يعني قد ايه امتى بدنا نبقى 20 اليوم استقالت القوات اللبنانيه من الحكومه. طيب امان اليوم شو بده يصير؟ ولا شيء، بيطلعوا يعملوا خطاب معارضه، بيجيبوا اصوات للانتخابات الجاي، يحضروا حالهم جديا للانتخابات المقبله فقط، وينزلوا على مجلس النواب بيصوتوا ضد الورقه الاصلاحيه للحكومه.
اذا شايفينها مش اصلاحيه. طب شو بنعمل؟ بنجيب سلاح نقبر بعض يعني؟ نحن عندنا ثلاث حلول. واحد نايب يروح على مجلس النواب، واحد معارض يبقى بالساحه عم بيعلي صوته صحيح ورافع للاطر القانونيه، واحد شايف انه الفراغ اخطر وبده يكمل مشروعه. علينا كل واحد انه ننقي حدا يروح على المعارضه، حدا يروح على الشارع. بده يروحوا على الشارع كليا يستقيلوا مجلس النواب، شو بيصير؟ ما بيصير شيء، بالعكس يستقيلوا. شو عم بتقول لهم؟ طلعوا من الحياه السياسيه. يعني دائما كان في هيدا الهدف انه احراج القوات اللبنانيه لاخراجها. اليوم كمان خرجت القوات اللبنانيه وحده من هذه الحكومه بوقت كانت هي تعقد الامال على خروج مناصرين لها ايضا من هذه الحكومه. اول شيء تطلع القصه بالقوات اللبنانيه فقط يعني؟ ترجاهم سعد الحريري يبقوا هن قرروا يفلوا. وبالتالي استقالتهم ما حدا حمل سلاح عليهم وقال لهم فلوا. القوات اللبنانيه اعتقدوا انهم رح يستقيلوا قبل الظهر، بعد الظهر بيستقيل ولي جملاط، عشيه بيقدم استقالته سعد الحريري. صح، وبنروح على بنروح على حكومه تكنوقراط ما فيها حزب الله. وجزء من جمهورنا للاسف وجزء من بعض السياسيين القراب لنا اعتقدوا انه ايه هيك السيناريو بيمشي، لكن هول ما انتبهوا ان الامريكيين طلبوا في الحكومه السابقه ان تكون بلا حزب الله، وأن سماحة السيد حسن نصر الله وقف وقال لن نقبل بحكومة لا يوجد فيها حزب الله. وثلاث وزراء هذه المرة حزب الله بيشتغل على عكس الإدارة الأمريكية ما بدها. استعجل أنا برأيي الدكتور سمير جعجع وكشف الغايات السياسية من هذا الاعتراض. وأنا عم بقول لك يمكن ما يخسر سمير جعجع، يربح شعبية وتزيد شعبيته أكثر من التيار، يزيد شعبية ويروح على انتخابات، حقه يطالب انتخابات نيابية مبكرة حقه، بس مين بيقرر يا أمل؟ أنا وياكي؟ الشعب هو من يقرر. لا مش الشعب، لا عم نغلط، مجلس النواب اللي اختاره الشعب. ما في دستور. نحن منه نظامنا قائم على الاستفتاء الشعبي. مجلس النواب قصدك يعني بيقال انتخابات نيابية مبكرة؟ أي طبعا، صح. يعني إذا هلا إذا طب كمان اليوم ما بدهم يعطون انتخابات نيابية مبكرة؟ اليوم عم بيقولوا إنه تغير نبض الشارع اليوم، بدنا انتخابات نيابية مبكرة. طيب أنت عم تقولي تغير نبض الشارع، أنا بدي أتخيل أنا وياك يوقف السيد حسن يقول لهم فضوا لنا الساحات يا شباب وبدنا ندعي لمظاهرة، مين ما بده انتخابات نيابية مبكرة؟ ما كمان مش هيك القصة، دخلك قد إيه عدد المتظاهرين بالذوق؟ أنت عم تمر إيه؟ قد ايه عدد المتظاهرين؟ ما بعرف، مش رح اعطي ارقام انا هلا. 100,000؟ طيب قديش عدد اللبنانيين؟ طب قديش عدد المتظاهرين بسور؟ 10,000؟ بطرابلس قد ايه عدد المتظاهرين؟ 100,000؟ قد ايه عددهم؟ يعني مساحة رياض الصلح وساحة الشهداء اليومين الماضيين قد ايه كانوا الاعداد؟ كان في اعداد كبيرة ما بدنا نستهين فيها يعني كمان. طيب لهيدي الاعداد اللي نزلت رح جاوبك. وقت اللي قال الرئيس سليم الحص ب 8 اذار و14 اذار بعدني بتذكر، قال هيدي كذبة المظاهرات المليونية، وهيني حسبها الجيش اللبناني كل 4 أمتار بيوقف فيهم واحد. ساحة الشهداء ورياض الصلح اثنينهم إذا بتوصليهم مع بعضهم وما في مطرح الواحد يتنفس بتساع 280,000 إنسان فقط؟ فقط. وهذا الحكي حكي المساحة مش حكي العاطفة. هلا بتريد يكون 3 مليون؟ أنا بقول لك 3 مليون ونص كمان هيدا حكي. اثنين مظاهرة 8 أذار و14 أذار قديش عمرها؟ لامبارح كانت مظاهرات بمئات الالاف، صح؟ وبالتالي قصه المظاهرات منا معبر. نحن نظامنا نظام برلماني وعندنا دستور. انا بحب يصير انتخابات نيابيه مبكره. وبحب يصير انتخابات نيابيه مبكره لبنان دائره واحده خارج القيد الطائفي. هذا بيقولوا لك عندما تعمل على الغاء الطائفيه السياسيه بنروح على هكذا قانون خارج القيد الطائفي. في حال ثاني اليوم في قانون عم بيتناقش باللجان اللي هو لبنان دائرة واحدة 128 نائب، واحد مسلم واحد مسيحي ومش خارج القيد الطائفي، نروح نقبل فيه. من بعد ما نقر القانون نعمل مظاهرة ومطالبة شو بنقول فيها، أو في شيء أحلى، نواب القوات اللبنانية يقدموا اقتراح قانون بتقصير مدة مجلس النواب. ما في يعني ما بدنا نناقش العربيه قبل الحصان ولا الحصان قبل. صحيح، يعني انت عم تقول انه بدنا نلجا للاطر القانونيه والى الدستور والى يعني المؤسسات الدستوريه هي اللي اليوم بتحكم. اليوم واحد انا هيك عم بحضر الصبح حتى وقف قال لي بدي اياهم كلهم يفلوا، القضاه فاسدين والكهرباء، معك حق، بس اذا فلوا مين بيقعد محلهم؟ انا وياك يعني؟ هن عم يطرحوا حالهم كبديل. ارجع عيد، عم يطرحوا حالهم كبديل. انا اكثر مواطن بالدوله اللبنانيه الي حق احكي بالفساد، إلي حق احكي لاني رحت بست ملفات على القضاء واتخنقت مع كل شيء في مافيا. بتعرف شو يعني
كبت على واحد معه 4 مليارات صح. انه حرامي بعد امبارح نجيب مئات يمول كل شيء في مجموعات تكفيريه ونطلع شاهد المروه بسيارته. ليش انا ما بفكر هلا بكل دقيقه وكل لحظه على الطريق انه يعملوا لي كمين جماعته؟ صحيح. جرأة وشجاعه. الي حق احكي. يلي قاعد مع الفاسدين اكل شارب مع عبوطه ما له حق يطلع على التلفزيون يحكي. ما له حق، ما له حق. من هون بدنا نبلش. مش السيد حسن نصر الله بده يقول له انت ما تحكي بالفساد، لا انتم ما تحكوا بالفساد. قال لهم اياها كمان. وشو الفساد؟ فساد بين واحد مش دافع فاتوره كهرباء او بين واحد عامل 4 مليار دولار؟ فساد؟ ببلش بسعد الحريري لشوف. وين بدنا نروح؟ ما في شيء ثاني مخيف. شو هو؟ قادرين نبلش بسعد الحريري؟ يا أمل. كمان رئيس حكومه اسمه سعد الحريري، ما هيك؟ كم مره انسب على التلفزيونات؟ جاوبيني. صح كثير. لا ما كتير كتير بلا كمان قد السيد بالبداية حسن. لا اكيد مش عم بحكي بس انه بالبدايه كمان العالم فينا عم تسب للكل. معك ايه. وقفي بالبدايه. بالبدايه اذا في حراكين. في حراك بالبدايه صح، شتم رئيس الحكومه لانه هو وجهه بالوجه بيطلع له وما معه حق يشتم رئيس الحكومه لانه مش لوحده بيتحمل مسؤوليه، لكن معنويا طبيعي تقومي انت تثوري على. طيب بعد 3 ايام تركب سبيكرات صرنا بنشتم جبران باسيل والسيد حسن، سيد حسن وجبران باسيل، واحد وزير خارجيه والثاني امين عام المقاومه. في شيء ممنهج يعني، في شيء منه منطقي. يا اختي والله العظيم انا صرت احب جبران باسيل من مراهن. اخر شغله تخيلتها. وهلا انا عم بقول لك على الهوا سليمان فرنجيه رح تشوف في حد جبران باسيل. وانا مسؤول عن كلامي. عندك معلومات يعني؟ انا على يقين انه الاشاره اللي اطلقها السيد حسن نصر الله راح يسلقاها سليمان فرنجي مثل ما راح يسلقاها جبران باسيل. لا القصه بطلت ناس غاضبين، القصه في ناس غاضبين اجت تركب عليهم مشروع. هالمشروع مش راح نسمح له ينجح. طب في بدي هيك فرجيك مشهد الساحه بطرابلس وكل هذه التجمعات اليوم. شو فيك تقول عنا وشو سببها يعني اليوم من بعد ما عم نحكي كل هالحديث وعم نشوف كل هالتجمعات امامنا؟ بالعكس انا بدعيهم لهول التجمعات يختاروا لجنه تمثلهم تحط مطالبهم. يمكن يكون اول مطلب يقولوا له فخامه الرئيس استقيل، يمكن يكون ثاني مطلب استقاله الحكومه تشكيل حكومه جديده، يمكن يكون ثالث مطلب التيفي اي تصير 5%. نحط مطالب ونطلع فيها. طيب شو كيف فينا ننفذ هالمطالب بالقوه يعني؟ يعني أكثر ساحة بعد محافظة على أعدادها هي ساحة طرابلس، ساحة النور. ولهيك سعد الحريري ما راح يستقيل لأنه بيعرف سعد الحريري النهار اللي بيستقيل وبصير انتخابات جديدة بده يسقط فيها. لأنه هذا جمهور اللي هو لازم يحكي معه. ما في شيء بالعكس إنه حكومة. طيب اليوم عم نشوف أغلب الساحات الباقية ما فيها هالأعداد الكبيرة اليوم. ومش عبرة. اليوم هيدي الساحة في علامة استفهام كتير كبيرة، شو اللي عم بخلي العالم تنزل هالقد؟ يمكن لأنه هن أكثر ناس محرومين، هن يمكن لأنه أكثر ناس مظلومين، شو اللي عم بخليهم ينزلوا فأزن؟ أنا ما في حلل بشكل دقيق، لكن في أعطي انطباع. انطباع الاول انه اغنى اغنياء لبنان وين؟ بطرابلس. من نجيب مئاتي لمحمد الصفدي وانت وماشي. اغنى اغنياء لبنان طلعوا بياخذوا قروض سكنيه مدعومه وتركين الناس قاعده بلا بيوت. طبيعي لطرابلسيين انهم يغضبوا. أه. واحد. اثنين دخلك تركيا هذا الشيخ اذا بده يشتغل وياثر بياثر اكثر وين يعني؟ بطرابلس ولا بياثر اكثر بالنبطيه؟ ما كمان اذا في عامل سفارات هونيك بده يتجلى. ثلاثة الرئيس سعد الحريري امبارح كان متراجع بنتائج الانتخابات، صح؟ هو بحاجة يحكي مع هذا الجمهور ويقنعه. مش أنا. أنا انتبه لو بدي أركب الموجة بطلع بعلي فوق منه. هل في مين عم يدفعهم إلى النزول يعني برأيك؟ ما أكيد مش كلهم، وأكيد أغلبيتهم نازلين من نفسهم، بس الأكيد إنه في حدا عم يستفيد من هالمشهد، وخلينا ننتبه هلا فؤاد السنيور عم يحكي لسكاي نيوز. خلينا ننتبه على حركة نجيب ميقاتي وفؤاد السنيور وتمام سلام. ايه شو؟ خلينا ننتبه كم نايب من تيار مستقبل طلع دافع عن سعد الحريري وورقته الإصلاحية. ليش فكرك مش عم يتمنوا إنه سعد الحريري يفل على البيت؟ في حوار سعودي إيراني. طب إذا فل على البيت شو هن رح يجوا محله يعني اليوم؟ في حوار سعودي إيراني أشار له السيد وقت اللي حكي عن الإيجابيات قال في جو بالمنطقة. هذا الحوار السعودي الإيراني إذا سعد الحريري اليوم قدم استقالته وإجوا الإيرانيين والسعوديين على الطاولة. وهيك بتتشكل حكومات بلبنان مع احترامنا للمتظاهرين. وقال له محمد بن سلمان ما نبغى سعد الحريري رئيس للحكومه. شو بيعمل سعد الحريري؟ هلا ما عم بحكي تحليل، عم بقول معلومه. سعد الحريري اتصل بقياده حزب الله والتيار الوطني الحر. وسال
إذا استقلت وهو كان يرغب بالاستقالة، هل يتم تكليفي رئيسا للحكومة؟ كان الجواب علينا أن نذهب إلى الاستشارات وما تقرره الاستشارات. فقيل لسعد الحريري من الدائرة القريبة له احذر، هناك حوار سعودي إيراني قد تكون أنت كبش فداء هذا المشهد. ولهيك طلقت بالحكومة. ولهيك أنا طلعت من 4 أيام وقت كل الناس عم بتقول بدها تستقيل الحكومة الليلة، قلت ما رح تستقيل الحكومة، والآن عبر الأنباء أن أؤكد أن سعد الحريري لن يستقيل إلا بحالة واحدة، لهي أن يقول له فخامة الرئيس ميشيل عون عندي تستقيله من كلفك. نقطة أول السطر، شلول العاطفة على جنب، صار الوقت نحكي بالسياسة. في السياسة الواقع كما هو أن الذي يحتاج هذه الحكومة بالدرجة الأولى سعد الحريري. ليش؟ لأن سعد الحريري لا يضمن أنه إذا استقال سوف يتم إعادة تكليفه، مع الإشارة أنه حتى عكتلته النيابية ما بائمون. المتضرر الثاني، نعم، فخامة الرئيس ميشيل عون، لأنه يعتبر أن الوزير جبران باسيل قد تعرض للطعن والغدر من قبل قوات لبنانية، وهو يريد أن يرد هذا الطعن والغدر بمواصلة الحكومة وتعيين وزراء بديل عن القوات اللبنانية. طب اليوم يعني كمان بالدرجة الثالثة، بس عفوا بالدرجة الثالثة، نعم، حزب الله وقت اللي بيقول السيد حسن ركب مشروع للسفارات سوف يتمسك بهذه الحكومة، بالرغم من أنه السيد حسن فتح باب لإمكانية تشكيل حكومة جديدة. ومن هلأ عم بقلك إذا رح أبعد من الرئيس وقال أنه اللي تشكيل إذا تشكلت حكومة جديدة رح تكون 8 أزار مع سعد الحريري بدون القوات اللبنانية والجملة. وما يفكروا المتظاهرين إذا تشكلت حكومة جديدة رح نجيب الشباب والصبايا المتظاهرين، لا، لأنه مش أنا اللي بجيب ولا هني، بجيب مجلس النواب. بنروح على الاستشارات، بالاستشارات النواب رح يسموا الكتل رح تسمي الوزراء. ولكن هيك هيدي الصورة اليوم عم تقلن إياها للجمهور، لهالحراك، لهالثورة، يعني عم تعطيهم هيك صورة سوداوية جدا، يعني اليوم إنه في حال راح سعد الحريري اليوم نحن رح نشكل حكومة أغلبيتها من حزب الله كمان، يعني هيدا المنطق اليوم هن يرفضونه اليوم. أول صديقك من صادقك لا من صدق عليك. نحن أول ناس قلنا لهم حراككم عفو ومبارك. بعد 3 أيام طلعنا او بعد يومين طلعنا قلنا في عنا جملة اسئلة حقنا نسألها، وكتار سألونا ليش عم بتغير رأيك، قلنا لهم مش عم نغير رأينا، الواقع عم بيتغير. انا بيجي والله بدي عليكم قراءة هذا الواقع، هالحيط هونيك لونه اخضر، طب اذا تاني يوم اجيت لقيتك دهنتي ازرق شو بقول؟ ضلني اقول كان اخضر؟ طب اليوم بهذا الموضوع تحديدا استاذ سالم، اليوم عم بتقول انه رح يتم الانتقام اليوم من القوات اللبنانية لهذه الطعن اللي تعرض لها اليوم الوزير جبران باسيل، يعني كمان بأي منطق نحن اليوم بدنا نرجع على هذه الحكومة؟ الجواب، ونحن بنعرف انه القوات اللبنانية اليوم يعني تشكل حالة معينة، كمان ما بدنا ننساها، كمان اللي قدر يحرك ايضا الشارع، هلا بعدنا عم نقول انه هن لهم ضلوع بتحريك هذا الشارع وبهذه المؤامره وغيره وغيره، كمان بنعرف شو ممكن يصير. الجواب شو بنكون عم نعمل؟ الجواب مش مهم كيف تبلش، المهم كيف تخلص. سمير جعجع، اذا بيضل مسكر الطرقات بالقوه الجيش اللبناني رح يفتح الطرقات بالقوه. سمير جعجع عنده خيار، وخياره الذهبي، يروح بالمعارضة بخطاب معارض يلامس هموم الناس، ومن هلأ للانتخابات المقبلة يزيد شعبيته ويترجمها بصناديق الاقتراع. هذا الاقتراح اليوم للدكتور سمير جعجع، يعني كونه انه هو اللي قدم استقالته بالنتيجه ما حدا جبره على تقديم هذه الاستقاله، ولكن اليوم انا يعني عم نسمع وعم نتابع من خلال المشاهدات كلها، اليوم كان في مواطنين يعني عزل هن نزلوا على هذه المظاهرات بطريقه عفويه، وما كان في حدا يعني قايدهم تينزلوا على هالمظاهرات، عم بيقول انه يا عم اليوم اسمعونا، نحن هيدي اخر فرصه لإلنا، نحن في حال تفتحت الطرقات وعادت الامور الى طبيعتها نحن رح يكمشونا واحد واحد ويحطونا بالحبوسه. اليوم في عالم خايفه على حالها كمان. بالجواب، اذا بقيوا على التلفزيونات وعلى المسارح من هلا ل20 سنه وحكيوا وسبوا وشتموا وهلا هلا هو واللي بدك اياه، طيب وبعدين شو بيتغير؟ بينما اذا شكل وفد وراحوا عند رئيس الجمهوريه بمطالب محدده يمكن ينالوا ربع المطالب، يمكن ينالوا نصها، يمكن ينالوا 10% منها، يمكن ما ينالوا شيء، بس بيكونوا اسسوا للمرحله المقبله. اذا المطلوب حرب اهليه يضلوا متظاهرين،
وانا برايي بلا ما يقطعوا الطريق بلا سلاح، هلا ما في سلاح، جيبوا سلاح معه ونروح على حرب اهليه بنقبر بعضنا. هيدا هو المشهد اليوم اللي عم بتروح فيه، يعني هيدا هو المنحى اليوم اللي عم بتروح فيه هذه المظاهرات برايك؟ انا بقول نحن مش رايحين على حرب اهليه. أي. وانا بقول لانه رح يتم استدراكها، يعني انا بقول المهله انعطت للدوله لحتى ترجع هيبتها خلصت. وبعد خطاب سماحة السيد حسن نصر الله ليس كما قبل الخطاب. أنا بقول المظاهرة رح تكون أكبر شعبيا لكن بدون قطع طرقات. وأنا بقول أنه نعم رح يصير ترميم للحكومة ورح تجي وجوه أفضل من الوجوه الموجودة، لكن أنا بأكد أنه في غطاء دولي، وهلا عم نحكي سياسي مش عم نحكي لعب ولاد صغار. في غطاء دولي مع تقاطع مصالح لبنانية ونفوذ وواقع يسمح لهذه الحكومة أن تبقى حتى أول السنة. ليش حتى أول السنة؟ لأن ورقتها الإصلاحية مرتبطة بمواعيد لها علاقة حتى صحيح. أول السنة صحيح. إذا هيدا المجتمع الدولي وهيدي السفارات قررت شو عم تعمل؟ عم تستنزف مثل ما هي معتقدة حزب الله وحركة أمل ببيئتهم، عم تستنزف جبران باسيل ببيئته. إذا حبوا يلعبوا لعبة الاستنزاف على مدى طويل فيهم، إذا حبوا يروحوا على المواجهة فيهم، لكن بالحالتين أنا بأكد لك رح يخسروا. إذا راحوا على المواجهة السيد ما استحى وحكي الحقيقة، حزب الله هو الأقوى بين الأفرقاء وقادر أن يملأ هذا الفراغ. يعني بالعربي المشبرح، إذا القوى الأمنية والجيش فلوا على سكناتهم وتركوا الناس تخبوا ببعضها بالآخر مين بيربح؟ ما علي هيك عم قولها مثل ما هي. طيب بس هذا الحل، هذا منه حل جداً. بس لا هذا الواقع، هذا منطق، بس هذا منه حل، انتبه منه حل، لانه بيكون الواحد عم ينتحر، بيكونوا كل الناس عم ينتحروا. هل مطلوب انتحار جماعي؟ اذا مطلوب انتحار جماعي خلينا مكفلين بهالحفله. اما المطلوب تحقيق مطالب، طب تحقيق المطالب حكيت عن ترميم الحكومه. نعم. اليوم نحن بنعرف انه حتى في افرقاء سياسيين اذا بدهم يرجعوا على هذه الحكومه في اسماء حددت بانه يجب ان تكون خارج هذه الحكومه، ومنها الوزير جبران باسيل واللي حدد يعني واللي قال رئيس الحزب التقدم الاشتراكي انه افضل انه نروح على حكومه ما فيها جبران باسيل. بدك جواب؟ هل هذا الترميم يعني او هالسيناريو جواب المعلومه ولا العاطفه؟ لا المعلومه. المعلومه انه ليس مطروح استبعاد الوزير جبران باسيل على الاطلاق. مطروح سيناريوين. طيب ليه اذا كان بيفك المشكله ويفك العقد؟ بدك المعلومه ولا بدك العاطفه؟ لا نتفق. لا المعلومه. المعلومه خلف الكواليس ليس مطروح من قريب او من بعيد اشاله الوزير جبران باسيل من الحكومه. المطروح هو على الشكل التالي: أربع وزراء القوات، يطلع ثلاث وزراء إسلام، وبيتعين وزير مسيحي، بتصير الحكومة 24ية بتتصغر، وبيتم توزيع الوزارات بشكل يعني بدنا بشكل مختلف. نعم. أوكي. يعني بيستقيلوا ثلاث وزراء مسلمين بالمقابل. نعم. نعم. وبيبقى في وزير واحد مسيحي بيتعين، وزير مسيحي جديد، وبتصير الحكومة 24. في هيدا السيناريو. نعم. هيدا الطرح موجود. نعم. يعني وفي سيناريو آخر هو لا نرممها بأربعة مسيحيين وشوية مسلمين، يعني كمان كم وزير مسلم بيطلعوا منجيب بديلهم وزراء آخرين. لكن هاي السيناريوهات اللي نحن عم نحكيها هي سيناريوهات افتراضية تناقش الآن في بعبدة بين الرئيس سعد الحريري ورئيس الجمهورية. يمكن رئيس سعد الحريري يقنع الرئيس ميشيل عون انه هات لنعمل شبه حكومة جديدة والوزير جبران باسيل يكون وزير دولة فيها. وانا بدي كيف وزير دولة؟ خلينا بس وقت اللي اجوا عم يشكلوا هيدي الحكومة. أي. كان واحدة من الخيارات انه الست وزراء الاساسيين، يعني الحاج علي حسن خليل، الحاج محمد فناش، الوزير جبران باسيل، اكرم الشهيب يكونوا وزراء دولة، وال24 الباقيين يكونوا معهم حقائب ويكون طابعهم السياسي اقل. هذا النقاش كان قابل، لكن هاي العدوانيه تجاه الوزير جبران باسيل ومثبت امه وكذا، انا برايي خلت حزب الله قبل الرئيس عون يتشبصوا فيه اكثر. وبالتالي هذا السيناريو قد يحصل بس مش هلا، بعد راس السنه. انا تقديري ما في حكومه جديده على الاكيد من هلا لراس السنه. انا تقديري رح نروح لترميم لهذه الحكومه فقط لغير، وفي فرصة للرئيس عون والرئيس سعد الحريري نقوا أربع أسماء يطمئنوا الناس، يا
يعني ليش لا نروح نجيب والله اسماء مثل زياد بارود، نجيب وزياد بارود امبارح ترشح مع العونيه باللائحه صحيح صحيح بين هلالين يعني صح مزبوط، وبصيروا يضحكوا هول المتظاهرين انه جزء منهم عفوا يعني ايه. انه زياد بارود خما زياد بارود امبارح ترشح مع الوزير جبران باسيل وقبل امبارح كان وزير داخليه، ما عم زم فيه بالعكس صديقي وانا بتمنى انه يعمل وزير طبعا، بس ما هي هيدي عباره كلهم يعني كلهم بتحسيها ركبي على السيد حسن بس ليش؟ يعني لا بيقول لك كلهم يعني كلهم لحتى يوصل للسيد، بس بعد شوي بس تجعل كلهم تسأليه هو فلان بيقول لك لا، طيب هو فلان بيقول لك لا، يعني مش كلهم لا لا ما فينا نقول هن نزلوا كلهم يعني كلهم لا ما ميزوا اي زعيم بالبدايه، نخلص من نخلص من الجدال البيزنطي ما بيخلص ونروح على المعلومه، في المعلومه هذا ما يناقش الان، هيدا هي اللي عم بيتم النقاش حوله بين الرؤساء. وانا ارجح ان هذه الحكومه لا تستقيل، لأن رح أرجع عيد وكرر، لأن الرئيس سعد الحريري لم يأخذ تطمينات بأن يتم إعادة تكليفه، نحن أمام سيناريوهين صحيح، ولكن يعني حضرتك عم تحكي بكل هذه السيناريوهات ولكن هن مطالبهم بمكان آخر، يعني مثل كلهم يغني على ليلاه، يعني كل طرف مش شايف الطرف الآخر، هن مطالبهم شيء والقرارات اللي عم بيتم يمكن عم بيتم النقاش فيها شيء اخر، بدنا نوقف، ما في تواصل، يمكن بس الحوار فقط اللي داعيهم له الرئيس بدنا نوقف خلاله ممكن يوصلهم يعني لشيء مشترك بيناتهم، غريب بالنسبه للسلطه حتى هذه اللحظه لا يوجد مطالب، لان اللي قاعد على التي في عم بيسمع، في وحده قالت ابني استاذ مدرسي ما في منه لازم يعمل وزير تربيه، وفي حدا قال قانون الاجارات ظالم للمستاجرين، وفي اخ قال قانون الاجار ظالم للمالكين، وفي حدا طالب بضمان الشيخوخه، وفي حدا طالب بالاسكان، وفي حدا طالب بتسفيت الجوره حد بيته، وفي حدا طالب بوقف الهدر بالضمان الاجتماعي، وفي حدا طالب بالكهرباء، وفي حدا طالب بتغيير رئيس الجمهوريه، وفي حدا طالب بتغيير محمد الشقير، ما هيك كل واحد يعني هول صحيح الطلبات كل واحد طيب هيدي الطلبات اذا بدك تحققيها حتى الفانوس السحري بيعطيك ثلاثه هيدي تاعي علاء الدين، بس هيدي الطلبات اللي حددتها بالاول هي ما كان بدها فانوس سحري، هي المفروض الدوله تكون مقدمت لك اياها هيدي الطلبات يعني كمان بالسياسه اي اذا هي الطلبات ما طلعت بورقه على قصر الجمهوري من هلا لاسبوع شو رح يصير؟ معنى تعظم الله اجرك خلص كانه هالحكي منه موجود معهم اسبوع يحضروا لجنه تطلع بطلبات، انا عم بقول لك يحضروا لجنه يقولوا اول طلب فخامه الرئيس استقيل وخلي هو يجاوبهم، بدنا حكومه بدنا نظام، حطوا كل المطالب ويعرضوها امام الراي العام، هن بيقولوا لك نحن حاطينا وصار الرئيس عارف شو هي طلباتنا، عارف الرئيس نحن شو طلباتنا كل يوم عم نرددها، عمل عم ضيع خلص عم نضيع وقت يعني معناتها عم نضيع وقت، معناتها عم نضيع وقت، وهيدي اللحظه اللبنانيه اللي كنا انبسطنا فيها قدرت حققت شيء، قدرت حققت شيء عظيم اللي هو الورقه الاصلاحيه صح، هيدا اللي حكى عنه اليوم السيد حسن وعم بيقول انه هذه الثورة او هذا الحراك بالنتيجة اعطى ايجابيات واعطى انجازات، ولكن ما حدا عم يحكي فيه اليوم، قال انه هيدا كله لمصلحة البلد ويبنى على كل هذه المطالب، وفرض على الحكومة انه تقرر وتنجز ميزانية خالية من اي ضرائب وصفر عجز، يعني خلينا نحكي بالايجابيات اللي حققتها في ورقة الاصلاحات وهي مهمة جدا وغير مسبوقة اليوم كمان انعملت، اليوم هي خطوة متقدمة، ليش عم بيتم تسخيف هذه الامور اللي تقدمت من قبل السلطة؟ ليه عم بيتم تسخيفها؟ السيد حسن بالعكس هو عم بيقول لهم انا عتبي عليكم انه انتم عملتوا انجازات عم تتنكروا لها، لا هو عم بيقول ليش هن عم بيسخفوها، طبعا هيدا اللي عم بقوله هن عم بيسخفوها لانه في حدا عنده اجنده مختلفه، انا تقديري الشخصي في عنا مرحلتين على الاجنده، المرحله الاولى واحد الشهر اول الشهر وقت الناس بدها تبلش تقبض وتتجه على الانتظام العام، المرحله الثانيه هي 1/1/2020 على راس السنه وقت الحكومه لازم تكون خلصت الورقه الاصلاحيه، بدنا نراقب هول التاريخين بدقة، إذا بقي المشهد هيك من هلا لواحد واحد 2020 اللي بيضل في بلد أكيد لا يعني إذا أكيد لا طعي هيك غمض عينيك لحظة وافترضي هيك مقطع الطرقات من هلا لواحد واحد 2020 بلا مدارس بلا جامعات أكيد بلا. لا شو بنكون عم نعمل؟ بنكون رايحين على سيناريو الحرب الأهلية والفوضى وبنكون حققنا الشيء اللي كان كل الوقت الناس تقوله اللي هو بتخلص بسوريا بتبلش بلبنان، بتخلص بسوريا بتبلش بلبنان، مش لانه لا سمح الله سوريا بتامر علينا، لا لانه اللي كان عم بخرب بسوريا بده يروح يخرب بساحه ثانيه،
لأنه ما في خرب بأكثر من ساحة بنفس الوقت. لبنان كان غرفة عمليات للتخريب في سوريا، هل عندما تنتهي الحرب في سوريا وهي تشارف على الانتهاء يراد لأن يكون لبنان ساحة حرب؟ هذا سؤال كبير الجواب عنه ما بيكون بالهز والرأس وطق الحنك، الجواب عنه بيكون بحوار مع رئيس الجمهورية. بيحبوا يحاوروا يحاوروا، ما بيحبوا يحاوروا انه حرين. صح. هلا عم بيقولوا انه الرئيس الحريري غادر قصر بعبدا ولكن من دون تصريح، ولكن في تصريح للرئيس السنيورة عم بيقول فيه انه الحريري يريد ان يصل لتوافق بشان تشكيل حكومه جديده قبل استقاله الحاليه. صح. انا باكد على حكي السنيورة وهذا اللي كشفته ببدايه الحلقه، هذا اللي كنا عم نحكي واللي يعني. كنت عم بقوله منه تحليل، هو معلومه. بس انت ما قلت انه في استقاله للحكومه، في تعديل يعني. لا لا لا، ولا نرجع نعيد الحكي. سعد الحريري بيقول بستقيل اذا بضمن انه في حكومه. سعد ما رح ياخذ هذه الضمان حتى اللحظه. يمكن السيد هلا والرئيس والرئيس بري يقرروا انه لا يعطوا الضمانه. لنكون واضحين، سعد الحريري اتصل بالتيار الوطني الحر وحزب الله. صح. وحركه امل وطلب ان يستقيل، وهو يرغب بالاستقاله تحديدا بعد مشهد طرابلس. صحيح. لتاليف حكومه. لم يأتيه الجواب إيجابيا حتى اللحظة. اليوم ممكن يعطوه هذه الضمانة يعني برأيك؟ بكذب بكذب إذا أقول لك بعرف، لكن أنا اللي بعرفه قبل الحلقة الجو ليس لاستقالة الحكومة، الجو لترميم الحكومة. هذا اللي بعرفه قبل الحلقة بدقائق. تغير شيء بهالساعة ونص؟ ما بعرف. طيب اليوم انطرح يعني قوانين كثيرة، حكى عنها بالأمس رئيس الجمهورية، قانون استرداد المال المنهوب. اليوم هل هي وعود ولا في يعني في شيء ما يحضر بهذا الإطار اليوم لطمأنة الجمهور، اليوم لطمأنة المتظاهرين والناس وغيرهم، انه لا نحن اليوم رايحين الى محاسبة؟ لا. الى مرحلة فيها محاسبة. رح نقول هيك المعلومة وبعدين نفوت على التحليل. المعلومة انه فخامة الرئيس من يومين وقت اللي كان ساكت والناس عم تسأل ليه ساكت. صح. لكن مريض، ولكن تعبان، ولكن عم ينتف شعره. لا، كان عم بيجمع الرئيس سويل عبود رئيس مجلس القضاء الاعلى مع مدعي عام التمييز الرئيس غسان عويدات مع قضاة المحافظات نيابات المناطق على راسهم الرئيس غادة عون مع رئيس ديوان المحاسبه مع التفتيش المركزي مع مدعي عام المالي، وكان عم بيطلب منهم انه كل الملفات اللي نايمه بالجوارير تفتحوها. المحزن انه وقت راحوا القضاة يفتحوا الملفات الجديه ما طلع الا ملف قروض الاسكان اللي العبد الفقير لله مقدم. ليش؟ لانه مثلا مقدم اخبار بالميدل ايست. شو هو؟ انه محمد الحوت بيعزم مذيعه على حسابه على الطياره. طيب شو الدليل؟ قالوا لي. ما قالوا لي منا دليل. أي. في ملف ثاني فهمت بده ينفتح بالساعات المقبله، هو ملف التخابر الدولي يلي موجود عند قاضي التحقيق، ومعلوماتي انه هذا الملف لا في مستندات جاهزه. هلا انا بدي عبر الانبياء كل يلي بيحكوا عن ملفات الفساد يجهزوا ويطلعوا فيهم على القضاء. انا عملت تجارب جزء منها نجح مثل ملف الجمارك وقروض الاسكان، طبعا جزء منها اخذ سنه ونص لنجح، وجزء منها نام بالجرور اكيد. بس خلينا كلنا نروح نحضر ملفاتنا ونضغط ونحطها قدام الراي العام. وانا بدعي القوات اللبنانية. ولكن قبل هيدا الموضوع في قوانين يجب ان تسن في المجلس النيابي او تقر، لانه هي موجوده. رح جاوبك. اي. وانا بدعي القوات اللبنانيه وعلى راسه النايب جورج عدوان يلي بعرف انا انه بيعرف يحضر ملفاته ويروح فيها على القضاء ويقول للناس يا جماعه، طيب انا ما توظيني بالكلمه عقدي وامكانياتي عقدي وفريق عملي عقدي، حملت ملف قروض الاسكان بالحكي، بعدين مدعي عمالي، بعدين عند الرئيس رامي عبد الله، بعدين عند الرئيس غادة عون، بعد طب صرت بارم 20 برمه وانا لحالي، كيف هيك احزاب وعندها نواب ومحامين؟ صح. هذا سؤال يطرح. حضروا حضروا بيحضروا حضروا ملفاتكم، حضروا ملفاتكم. الرئيس امين لحود الله يوجه له الخير واللي كل يوم بنكتشف اثره الطيب في الدوله اللبنانيه، شرع بعهده قانون الاثراء غير المشروع. قانون الاثراء غير المشروع شو بنص؟ بيقول كل مواطن او حتى النيابات إلى حق تشتكي بقانون الاثراء غير المشروع قدام قاضي التحقيق الاول ببيروت. ولهيك كتار
سألوا انه ليش دعوة الرئيس مئاتي وعودي والقرطة اللي معه نزلت من غادة عون اللي هي بجبل لبنان عند قاضي التحقيق الاول، لانه تم الادعاء عليه بتهمة الاثراء غير المشروع، وفي نص قانون الاثراء غير المشروع المشرع في عهد فخامة الرئيس العماد امين لحود النص يقول ان النيابات او المواطنين لديهم الحق بالادعاء امام قاضي التحقيق الاول ببيروت، وبالتالي تم ارسال الملف. هلا مدعي عام التمييز عنده راي اخر انه لا هاي الملف لازم يمرق عبري، وانا رح اكشف لك على الهواء. صح. مدعي عام التمييز لم يقل ان الملف غير صحيح. شو قال؟ قال الملف صحيح 100%، ولكن في امرين لازم ننتبه لهم، انه في نايب مدعي عليه ما مش رافعين الحصانه اثناء انعقاد الدوره، وانه لازم تمرق عبري لهنيك. في راي قانوني اخر، راي الرئيسي غادة عون، شو بيقول؟ انه نحن حولنا عند قاضي التحقيق الاول وفق قانون الاثراء غير المشروع يلي سمح للنيابات وما حدد النيابة العامة التمييزية، واثنين انه انت هلا انا ادعيت عليه بس تخلص حصانته ووظيفته مثل ما قال قانون الاثراء غير المشروع بيتحاسب. لانه في بند بقانون الاثراء غير المشروع على بأريك اياه عاطي امكانية لرفع الحصانة. ولكن كيف فينا نحاسب بلا ما نشيل هذه الحصانه؟ ما اليوم موجوده، هذا القانون موجود بمجلس النيابه. خيو النصاب، يعني مثل عم نحط قانون وعم نمنعه بذات الوقت. خيو طه مئات النصاب وابن النصاب وابن خيو النصاب، ولا صرت بقول نصاب لانه بدعي عليهم. لا هلا معي نص، ما كنت كل ما احكي له نجيب مئات النصاب شو كان يقول؟ ما في شيء، ملف فارغ. ما طلع الملف فارغ شو؟ كان يقول ما في وراء، هيدا حكي. طيب ما طلع في وراء بين، لا الملف منه فارغ من اول لحظة. لكن نجيب مئاتي واليوم سماحة السيد عمل اشارة، شو قال؟ قال انه في ناس عم يحكوا عن الفساد وهن فاسدين وعندهم ملفات وانا مغطيين بايدي الحكومة. نجيب مئاتي نزل بس ايده لسعد الحريري لحتى يغطيه بالقضاء، وغطى. طب وبعدين وغيره كمان كيف بنكون عم نوعد العالم؟ عال انا هيدا اللي بدعي. انا بدعي انا عم نوعد العالم اليوم ينظموا مظاهرة، بعدنا عم نغطي. يا اختي امل، انا بدعي الحراك يحط على راسه محامين، ينظم حراك قوي، يحضر كل الملفات ويبلشوا بثمانية أزار، واذا بيلاقوا حدا بحزب الله يبلشوا فيه احلى واحليان، ويروحوا قدام القاضي على مكتبه يحطوا الملف ويتظاهروا برا. غير هيك لازم يروحوا يتظاهروا امام قصر العدل او امام النيابات. صح. عندما بس يقدموا الملف حتى يوصلوا ملفه جوا للهدف، يحطوا ملفهم جوا. طيب نحن بامكانيات متواضعه قدرنا نوصل بملف الجمارك لنتيجه، وتم توقيف جراسيا الازي عن العمل، وتم كشف حساباتها الماليه اللي طلعت بملايين الدولارات، وقدرت بملف نجيب مئاتي وحده بامكانيات المتواضعه اني اوصل للشيء اللي وصلنا له، واليوم الدنيا كلها عم تحكي بملف نجيب مئاتي. صح. طيب كملوا. كل يوم بنقرا خبر بالجريده عن ملف فساد. طيب ليش ما بتروحوا هالملف تعملوا ملف وبتركضوا فيه على القضاء وبتحطوه قدام الرأي العام؟ وخصوصا انه قال لهم، يعني انا نصيحتي لهي رئيس الجمهورية يعني روحوا شرعوا هذه القوانين اللي موجودة. لا 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 ما حدا يكذب عليكم، نحن منا بحاجة لقوانين. صح قانون استعادة الأموال المنهوبة عظيم، لكن قانون الإثراء غير المشروع موجود حالي، روحوا ادعوا عليهم بقانون الإثراء غير المشروع. لا ما بالقوانين يعني كل الامور هيك بتبقى كتير دقيقة. انا عم بعطيك شيء سريع، ما انت عم بتقولي المشكلة بالسرعة. قانون الاثراء غير المشروع نافذ، يعني انا اليوم وعنده مراسيمه التطبيقية وكل شيء، وعنده اليات وعم بقولها هينة. اليوم قاضي التحقيق الاول ببيروت بالوكالة اسمه جورج رزق، حضروا ملف قانون اثراء غير مشروع وانزلوا فيه ادعوا. ما قادرة تزبط القصة معكم. انا عم بقول لك هيدا بيدخل ضمنه استعادة المال. هيدا القانون فيه عيوب. صح. وهيدا القانون فيه مشكلة واحدة منها، انه بدك تحطي 25 مليون ليرة تأمين اذا انت رح تدعيتي. لكن طيب من هلا ليزبط قانون استعادة الاموال المنهوبة شو بنعمل؟ عنا حلين. الحل الاول نروح نتظاهر كلنا قدام مجلس النواب ونقول بدنا تقروا القانون. والحل الثاني نستعمل قانون الاثراء غير المشروع بهالوقت ومنروح بنشتكي ونقدم. طب قضية الحصانة اليوم كيف؟ شو بنعمل؟ ما كمان اليوم في حصانة، كمان في هذا المرسوم رفع الحصانة عن النواب والوزراء حاليين سابقين غيرهم، يعني اليوم كمان مطروح. بدك صراحة أحو قانون ومش ما بدك الصراحة. الحصانة مش بالنيابة ولا بالوزارة. بشو الحصانة؟ وحقول لك الدليل. الحصانة بالطوائف، والدليل فؤاد السنيورة، لأنه وزير ولأنه نايب. ملف 11 مليار طلعوا شو قالوا؟ خط أحمر. اليوم سماحة السيد كان واضح،
قال بل شو فينا اذا بتلاقوا ملفات، بس بشرط ما تحطوا غطا طائفي ومذهبي. هلا البطرك او المفتي، وبس اقول المفتي المفتيين يعني السني والشيعي او شيخ العائل، قادرين يعملوا حصانه اقوى من كل مجلس النواب. حتى لو انرفعت حصانه المجلس النيابه، فؤاد السنيوره منه نايب، روح جيبي على التحقيق لشوف. ما علي حصانه كنائب سابق؟ لا لا لا، ما في علي حصانه. ما في علي حصانه بتشمل النواب والوزراء الحاليين. اوكي. وهي حصانه مشروطه. حصانه مشروطه، يعني نايب اذا قتل نايب ثاني شو بنقول له عندك حصانه او قتل مواطن؟ المتظاهرين نصيحه، خليكم بالشارع متظاهرين على راسي، حضروا ملفات قضائيه وروحوا فيها. ما راح يرد عليكم القضاء اطلعوا على الاعلام، بس ما الله الاعلام فتح لكم 24 ساعه 24 ساعه، افتحوا هذا الملف. مش انتبه محاربه الفساد مش انه والله اجي انا اقول فلان عامل صفقه ونصاب، هلا بيجوا بيبعتوا لي صح انه استاذ ما فلان نصاب ليه ما بتحكي عنه؟ طيب انا اذا قلت نصاب مزبوط. وما معي دليل بدي علي قد حزام بدفعني غرامي او بيحبسني، طب انا طلعت قلت له يا نجيب انت نصاب، رفع دعوه قد حزام، اخذنا له الملف، قلنا له شربف. صح، وهيدا هو اللي عم يشتكي منه معظم العالم اللي عم بيقولوا، وعم بيقولوا مثلا نصابين، حراميه وغيرهم، اليوم عم بيردوا عليهم طيب بالمقابل، طيب عم بيقولوا لهم جيبوا لنا وثائق وثبتوا لنا هذه عمليه النصب اللي حصلت ونحن وياكم امام القضاء. اجانا رساله على تويتر ورجعت انعادت هلا، وراح اقول على الهواء عم يحضرنا الاخ المشاهد، انه عم بيقول لي يا استاذ سالم شيكات بنك الجمال مش عم تقبل تقبضهم لبنوكي. ليش؟ اتصلنا بالدكتور محمد بعصيري اللي هو المصفي المعلن. قلنا له يا استاذ محمد ليش الناس عم تصرف تشيكات عم بيردوهم؟ بتعرف شو جاوبني؟ شو؟ قال لي جيب لي تشيك واحد عم بيردوه الناس وشوف كيف بحكي مع البنك وخليه يصرفوا غصب عنه. اها. ردينا على تويتر قلنا له اذا بتريد اعطينا نسخه عن التشيك، وهلا عم بقولها على الهواء، كل حدا معه تشيك من بنك الجمال وما عم بيصرفوا له اياه يخبرنا لنروح نحن وياه بكره على اداره بنك الجمال. صح، بما انه أنا في دعاي هون اليوم. انا ما تاخذيني بالكلمه، لاني نايب ولاني وزير ولاني مسؤول ولاني مفرغ بالدوله، بس اذا كل واحد منا بيقوم عقده بوظيفه صح تركب. هلا بيجي واحد بيقول لك وليش ما بتحكي عن فلان؟ يا خي خلي كل واحد بيشتغل بالشان العام يلقط ملف واحد وينجح فيه، نحن لقطنا ست ملفات. الله وفقنا باثنين واربعه هلا بالجرور، ان شاء الله بيفيقوا. خلي كل مواطن يروح بملف، خلي نواب القوات اللبنانية اللي فيهم محامين بمستوى جورج عدوان وجورج عايس اللي كان قاضي يروحوا بملفات، خلي القاضي ما يحكم وطلعوا شهروا بالقاضي مين من كان يكون. هيدي دعوة يعني اليوم لقلهم لحتى يطلعوا وهلا بملفات. للمرة لأنه قديش بنسمعهم انه في فساد وفي فساد وفي فساد، ولكن ولا مرة بيسموا حتى اسم عن فاسد. هلا عم بعطيكي مثل، جينا شكاوي انه بنك جمال مش عم ينصرفوا تشيكاته. طيب رحنا نقلنا الدعوة شكوى، قال الحكي مش صحيح واعطونا تشيك ما انصرف لحتى نراجع. وعلي يا ست امل نحن بحاجه اليوم لان نحن بعد معنا دقيقه نحن بدنا نختم، شو بدنا بختام هذه ايها المواطنون مواكبه؟ نحن على مفترق طرق من هون لواحد الشهر، واذا مش لواحد الشهر هلا لواحد واحد 2020 ببين يا محضر مشروع ربيع عربي وحرب اهليه بلبنان، يا اما لا القصه كانت فورة وانتهت هذه الفورة، لكن خلينا نستفيد يبقوا الناس متظاهرين وبالملايين ويعملوا لجنة تحاور الرئيس، وإذا ما حابين يحاوروا الرئيس عمهلهم يعملوا لجنة تحضر ملفات قضائية وتروح تدعي على السياسيين. ومش نروح ندعي هيك عمومي، يعني أنا هلأ مثلا ما احترامي لكتار، بس بيطلع واحد بيقول لك انه الاخبار للمدعي عام التمييزي انه بالطرقات على الطريق. طيب هذا ما انه اخبار، روح صور الطريق وجيب اسم المتعهد، جيب اثبتت وبعدين رجع على شغله متعبه وصعبه بعرف أكيد. ومش كل من كان يوصل لملفات، بس انه اللي بده يقرر يشتغل بالشان العام بده يتعب على ملفاته. صحيح. شكرا لك وممنون. شكرا لك على يعني هذه الحلقه، وبدنا ايضا نشكر المشاهدين على بدنا نشكر سماحه السيد حسن نصر الله، لانه للاسف بالوقت القيادات الدوله اللبنانيه والوزراء غابوا عن السمع كان هو عم يشرح للناس حقيقه الموقف. أنا بكون حزين وقت اللي بيكون السيد مضطر بصدره ياخذ كل المشهد، لكن يمكن قدره انه يتصدى بالمقاومة ويتصدى بالشأن الداخلي يلي ما بيرضي حدا. صحيح، وقال يعني هو انه يمكن قدرنا انه نكون نحن عم نحكي كل هذا الكلام ونتحمل اذا بدنا نقول مسؤولية الآخرين. بدي اتشكر